ارحب بجميع الاخوه في ليبيا، في المغرب، في الاردن، في الجزائر، في كل الوطن العربي. فرصه طيبه الحقيقه ان نتلاقاو في هذه الامسيه، نتحدث على ميدان يخص اذا التحول الرقمي، التطور الرقمي، واللي هو موضوع الساعه. اول شيء اتمنى انكم كل تكونوا بخير، تكونوا سالمين في هذه الفتره الصعبه، وان شاء الله اللي تتعدى ان شاء الله بسلام على وطننا العربي وعلى جميع البشريه جمعاء. الحقيقه الفتره هذه انتم لاحظتوا الناس الكل انها فتره اذا ازمه، والازمه تولد مشاكل، تولد احتياجات خاصه، تستوجب حلول، تستوجب يعني افكار جديده وابتكارات. وهذا بالضبط يعني الدور نتاع رواد الاعمال، الانتربرونورز والشركات الناشئه، الستارت ابس، حتى تجيب على احتياجات البشر في فتره كيف هذا، وتلقى حلول تسهل من حياه الناس وتعطيهم حلول باش يواصلوا اذا الحياه في سير عادي. في الاطار هذا شفنا اذا، باش نعطيكم لمحه صغيره ممكن ما حدث في تونس على الاقل، ونتصور نفس الشيء بحكم متابعتي انه صارت نفس المبادرات في عده دول حتى العربيه منها. شفنا كيفاش الازمه هذه اثرت سلبا على العمل، على الدراسه، على الامور البيروقراطيه والاداريه، على العمل الاجتماعي. وكذلك لقينا انه الديجيتال او الحلول الرقميه او العالم الرقمي كان مصدر للحلول في اغلب هذه الاشكالات اللي اعترضتنا. حقيقه الشباب بصفه عامه في العالم وفي العالم العربي نفس الشيء، الحقيقه عندنا العديد من الشباب اللي هو اليوم اكثر فاكثر مهتم وناشط في المجال الرقمي الديجيتال، والعديد حتى من رواد الاعمال كما قلت وشركات الناشئه ستارت ابس التي تشتغل في المجال هذا قدمت عده حلول سواء على مستوى فردي وعلى مستوى يعني احترافي فيما يخص العمل عن بعد، ريموت وركس، الاي ليرنينج الى غير ذلك. في تونس نعطي ربما لمحه صغيره، تعرفوا فما اليوم نتحدث من قبل مش اليوم، نتحدث على ما يسمى المصطلح هو ديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي، وهو الاي بزنس، اي كوميرس، اي ادمنستريشن. العديد من الشركات في تونس منذ عده سنوات خذت هذا المنهج وخذت هذا الطريق في التحول الرقمي على مستوى التخاطب، على مستوى التراسل، على مستوى يعني جمع المعلومات وتخزينها، كلاود كومبيوتنج الى غير ذلك. فما جزء كبير من الشركات خذوا هذا المنهج منذ سنوات. فما شو اللي صار الان؟ صار انه فعلا هذه الشركات، هذا جزء من الشركات لقاوا رواحهم في راحه ربما او في سير عادي لما مروا من العمل الحضوري الى العمل عن بعد. وجزء من الشركات الاخرى اللي هما ما خذوش هذا يعني الطريق، طريق التحول الرقمي، لقاوا روحهم في صعوبه كبيره للتخاطب، للتعامل، للحفاظ حتى على حرفائهم، ولقاوا روحهم عندهم مشاكل. هذا هو اللي صار الان بالضبط. يبدو انه ديجيتال فعلا فرق بين هذا وهذا واعطى قيمه اكثر لمن خذا هذا التمشي من الاول. وهذا ما لقيناه اليوم، فما عده شركات يشتغلوا عادي من منازلهم، وقالوا انه ما فيش فرق في بما يخص يعني يعني الفريق نتاعهم انهم يشتغلوا على بعد 10 امتار من واحد من اخر او على بعد 10 كيلومتر، ما فيش فرق. يعني اكتشفوا انه هو اصلا مراسلتهم كلها رقميه، زيرو بيبر، ما فيش حتى ورقه، مراسلتهم كل منظمه في تولز تخليهم يعني كولابوريشن تولز تخليهم يتخاطبوا بطريقه جيده. واهم شيء على مستوى التسويق الرقمي، لقاوا روحهم اللي هما يشتغلوا بطريقه منظمه فيما يخص تولز نتاعهم كيما السي ار ام، الكاستمر ريليشن شيب الى غير ذلك، وخصوصا على مستوى التسويق الرقمي فيما يخص يعني اساسا التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على مستوى الحضور، اي ريبيوتيشن، حضورهم على مواقع البحث العالمي جوجل غير ذلك، تحطوني على السي او يعني سيرش انجن اوبتمايزيشن، حضورهم في نتائج البحث على جوجل اللي هو هون في تونس يعني عارفين، وفي جميع دول العالم في النهايه ربما تضاعف عدد كلمات البحث على جوجل في تونس، تضاعف، وهذا اعطى يعني ادفانتج او اعطى فائده كبيره لمن اشتغل على حضوره الرقمي في مواقع البحث. وهذا ما استغله العديد من الشركات، خصوصا الشركات اللي تشتغل في التجاره الرقميه واللي قدمت حلول متجدده فيما يخص هذا الوضع الخاص
وربما التجارة الرقمية الآن سمعت بعض الأرقام فيما يخص حجم المداولات وحجم عدد المداولات ويعني حجم المداولات بالدينار أو بالدينار التونسي قد ارتفع إلى ما يقارب 60% أو 70%. هذا كفكرة أولى، ربما الأرقام الصحيحة باش تجي بعد. هذا من هو المستفيد الأول؟ هو من اتبع من البداية استراتيجية التحول الرقمي. التحول الرقمي ماهوش راهو تولز، ماهوش يعني في سوفت ويرز، ماهوش اكويبمنت فقط، هي اول شيء مايند سيت، وهي عقليه تمكن هذه الشركات من انها تتخاطب من البدايه مع حرفائها عن طريق الوسائل الرقميه بطريقه فعاله. تعرف انه اليوم الجيل الجديد كله جيل رقمي، منذ ربما اليوم كان نتحدث على الجيل اللي في ما بين 20 و 30 سنه، ربما منذ بدايته في منذ صغاره يعني متعود بالوسائل الرقميه بالموبايلز بالانترنت بالثقافه بحد ذاته، فهو يعرف. فالعديد من الشركات عرفت كيفاش تتخاطب معهم، كيفاش تكون فعلا يعني تكون يعني فعلا ادفانتج منها وتربح منها كثير. هذا يعني، والبقيه حاولوا الان، بقيه الشركات حاولوا انهم يداركوا امرهم، لقاوا صعوبات لانه كما قلت هي عقليه من البدايه، وجاء والكورونا جاءت عن فجاه فلم يكن هناك جاهزيه للتكوين الى غير ذلك. ولكن الحقيقه شهدنا كذلك العديد من الويبينار كما الحال الان، يعني هذا بمناسبه طيبه، العديد من الويبينار والعديد من الالتقاءات حول يعني عده مواضيع في عده مسائل. هنا نتعدى شويه للابتكار وللشباب فيما يخص الابتكار وايجاد حلول فيها ابتكار فيما يخص آلات التنفس الاصطناعي، فيما يخص التجهيزات الصحيه اللي بهم حاجه الان اكيده. العديد من الشباب كونوا مجموعات على فيسبوك او واتساب او غيرهم ومهندسين، فقاموا باعمال كبيره من اجل انهم يطوروا منتوجات جديده، كل واحد من جهته، كل واحد من البلد اللي هو فيه على بعد كيلومترات، وكم تمكنوا من صناعه العديد من التجهيزات. نعطيكم فكره، تم صناعه 100,000 فيزير، يعني الماسك الطبي يعني اللي يستعملوه الاطار الطبي من اجل يعني مداواه الناس. تمت صناعه تقريبا 1,000 جهاز تنفس اصطناعي بدائي، ربما مش بدائي بمعنى انه يقوم بالحاجه الاكيده، وتم يعني تجهيز المستشفيات به. هذا الكل بفضل يعني وسائل التواصل الرقمي، وبفضل كذلك انه هذو الشباب قاموا بعمليه تسويق لافكارهم. فهذا التسويق كان ذكي بطريقه انه تمكنوا من انهم يجتذبوا اليهم كفاءات طبيه، كفاءات ميكانيكيه، كفاءات في الهندسه الالكترونيه، وحتى فما شكون يعني العديد من هذه العمليه الذكيه من التسويق الالكتروني مكنتهم من انهم يستثمروا حتى يمولوا عده قطاع يعني ميكانيكيه. وهذا فعلا كان حاجه ايجابيه جدا. نعم نعم اخي احمد. به مش عارف تسمعوا فيا نسوي سي. انا سامعك من عندي. ممكن احمد عنده مشكله في الانترنت. اللي يرجع احمد، اذا حبيت نواصل فقط نعطي فكره اخرى زيادة على مستوى الاقتصاد. اليوم احنا مثلا في تونس للاسف الاداره ما زالت يعني بطيئه، وما زالت يعني تعتمد على الورق كثيرا، وما كانش نيه صادقه في السنوات الفاتة من اجل التحول الرقمي في الاي ادمنستريشن والاي جوفرنس. فكانت هذه الفتره يعني فتره ضغط كبير عليهم حتى يتحولوا بسرعه، وكانت نتائج الحقيقه كبيره ياسر. فاليوم اصبحنا اليوم نتحطوا على الديكاشينج، يعني التعامل بدون نقود، يعني التعامل الرقمي فيما يخص الدفعات، فيما يخص المعاملات الاداريه، فيما يخص الاوراق الاداريه. واصبح فما في فتره يعني قصيره جدا، وهذا حلم اللي نحن كان، اصبح فما اعتراف بالكيو ار كود كطريقه تثبت من الاوراق الاداريه، وكان هذا يعني فعلا كما قلنا كان فما تغير كبير في العقليه، وكل هذا ساهم بسرعه في انه كما قلت من الاول انها تجيب على عده اشكاليات
فيما يخص هذه الفترة الحرجة من كورونا. لأن كذلك على مستوى نتحدث على التسويق الإلكتروني، فما باش نتحدث قليلا ربما، لأنه الموضوع هذا ممكن أظن أنه مهم في الفترة هذه بالنسبة للشباب اللي يتفرج فينا وبالنسبة للأشخاص. باش نتحدث شوية على البيرسونال براندينج أو التسويق الشخصي. الحقيقة العديد من الشباب في هذه الفترة يعني اكتشفوا انه عندهم نقص في الصوره الرقميه نتاعهم على الانترنت، فتلقاه انه مهندس، تلقاه انه اطار، تلقاه انه يعني شخص له ممكن امكانيه انه يعين او انه يستغل الاداه الرقميه حتى يطور من امكانياته ويعوض شويه عدم حضوره في عده يعني مناسبات عمليه او غيره. فكان البيرسونال براندنج مهم ياسر في الفتره هذه. العديد من الكفاءات استغلوا المجال الرقمي للتسويق الذاتي لصورتهم، والعديد من الشباب استغلوها حتى يتمكنوا من انهم يعني يتحصلوا حتى على عده يعني ماركت او عده يعني اسواق جديده في ميادينهم، وعده شركات كذلك توجهوا لعده كفاءات خاصه شباب من اجل انهم يعيدوهم. فهذا نتصور انه يؤكد انه انا نحب نقول يعني انه الفتره هذه اظن انها فتره صعبه وفتره سيئه جدا اكيد على مستوى الارواح وعلى مستوى يعني الامراض الى غير ذلك، ولكن احنا كنا علينا ان نحاول نستغل الجانب الايجابي فيما يخص الفتره هذه او فتره قادمه، خصوصا انه الجانب الايجابي انه خلينا نخرجوا يعني القوة اللي فينا اللي هي في أنه نحاول نستغل المجال الرقمي للتسويق الشخصي، لتسويق شركاتنا، وحاجة مهمة ياسر لتسويق بلداننا. اليوم نتحدث عن نيشن براندنج وعن سيتي براندنج. التسويق الآن بلدان مهم ياسر. اليوم تونس مثلا لما عندنا بعض الشباب قام باختراع يعني مش باختراع ولكن بتكوين يعني روبوت يعني يدور في الشارع عشان يقول للناس انهم ابتعدوا عن بعضكم وتابعوا ذلك، قاموا ببعض باستعمال بعض الدرونات كل. في هذه التجارب الصغيره اعطت تاثير في احدى في العديد من وسائل الاعلام العالميه في المانيا في فرنسا، وكانت لها تاثير ايجابي. قريت بعض الكومنتس من الخارج، فهذا يساهم كيف في التسويق الخارجي للبلاد انه نحاول نستغلوه لبلداننا بشكل ديجيتال، يعاوننا انه نفسخوا شويه الصوره السيئه عنا ربما اللي معروفه للاسف عنا قليلا، وانه نحاولوا في الجيل الجديد يكون عنا صوره جديده، خصوصا الكفاءات كما الساده اللي حاضرين معنا توا كما الساده اللي يتفرجوا فينا، لابد ان نشتغلوا اكثر على صوره بلدنا من خلال هذه الكفاءات، وهذا كله يمر عن طريق الديجيتال. فانا اظن ان الديجيتال اليوم هو يعني رافعه لنا كاشخاص كبلد من اجل يعني التسويق لصورتنا بطريقه احسن. اخر حاجه نحب نقولها، فما يعني تمشي جديد في العالم في اوروبا يعني تم طرحه السنه الفارطه من طرف استونيا وفنلندا اللي هما من اكثر الدول يعني ابتكارا على المستوى الرقمي، مبدا الريل تايم ايكونومي يعني الاقتصاد في وقتها الحقيقي. هذا تمشي نحاوله اليوم احنا في تونس، عندنا فرقه من التوانسه من الخبراء التوانسه في المجال الرقمي نحاول نثبتوه في تونس. وهو يعتمد على ماذا؟ وهي فكره جريئه جدا، تعتمد على عدم الاعتراف باي عمل اداري عمل بيروقراطي في الاقتصاد بتاعنا. يعني اليوم لو انه احنا في تونس خصوصا عندنا تقريبا ربما 20% من عمل بتاعنا وحتى اكثر يتم يعني الوقت من حيث الوقت يتم يعني تخصيصه لاعمال اداريه ورقيه من المفروض انه يتم تعويضها باوتوميشن وديجيتاليزيشن بطريقه سهله، انه تكون هذه الاعمال يعني يتم تعويضها بامور رقميه بسهوله. هذا اليوم في اوروبا يحبوا يعني يفرضوا على كل الشركات انه هذه الاعمال البيروقراطيه والاداريه يتم لزوما انجازها عن طريق الادوات الرقميه حتى يبقى الوقت فقط للهندسه ولتطوير المنتج ولتطوير الماركت وللابحاث وللاعمال التي فعلا تعطي ادد فاليو يعني القيمه المضافه على العمل على الشركه وعلى المنتج. وهذا شيء مهم جدا. يعني نعطيكم فكره بسيطه، اقل بلدان في العالم من حيث عدد الساعات عملا في السنه هي المانيا وهي الدنمارك. ماذا يعني؟ هل هي تشتغل اقل اذا هي تنتج اقل؟ اكيد الناس كلها تعرف ما هي المانيا. اذا هون فكره مهمه ياسر، لانه يعني المانيا ثم الدنمارك ثم السويد ثم فنلندا، هذه الدول دول شمال اوروبا فهمت انه الرقمنه
وأنه التحول الرقمي باش يربحها كثير من الوقت وسيزيد من الإنتاجية. وهذا هو مشكلتنا احنا، مشكلة إنتاجية، لا يهم كم تشتغل، المهم ماذا تشتغل. وكما يقولوا بالإنجليزية smart work better than hard work، يعني لابد أن نفكر بهذه الطريقة. فإجمالا أنا يعني إن شاء الله ما أكونش طولت، حبيت نوصل أنه فعلا هذه الفترة الديجيتال والتحول الرقمي ساهم كثيرا في تونس على الأقل في تغيير العقليات، في تغيير العادات، عادة الشراء عن بعد، عادة التعامل عن بعد، عادة العمل عن بعد، كذلك عادة التعلم عن بعد. في بعض المشاكل الحقيقة أنه فيما يخص التكافؤ بين من بتبيع الطبقات الاجتماعية، في عدد من مثلا فيما يخص التعليم عدد من الطلبة لم يتمكنوا من أنهم يكونوا عندهم تغطية جيدة من أجل التعلم عن بعد. كذلك فيما شوية إمكانيات مشاكل لابد هذا لابد أن نشتغلوا عليها عشان يكون الناس كل عندها حق في أنها تستغل ديجيتال كمان. جب وأنا أتمنى وأظن من خلال متابعتي أنه في أغلب الدول العربية في هذا التمشي، وأتمنى فعلا أنه نستغلوا ديجيتال كما هذه المناسبة الجيدة. نشكركم على هذه الدعوة، هذه المناسبة جيدة خلتنا نتقرب بعضنا، أتمنى أنه نتقرب بعضنا أكثر فأكثر، وأنه يكون الرقمي المجال الرقمي فرصة لنا للتقدم وللتحسن. هذا هو، نشكركم وإن شاء الله ما كنتش طولت عليكم. لك الكلمة أخي أحمد. يعطيك الصحة أخي عادل على الكلام اللي جدا رائع، الله يسلمك. وزي ما قلت انت، هو التطور الرقمي هو اللي خلانا نقرب من بعضنا اكثر، زي ما اليوم وكأنه جد صح جالسين في دردشة مع بعض. نحب ان نعرف كذلك بزملائنا اللي التحقوا بنا الان، سيد امين نوري وكذلك استاذ محمد العكاري. اهلا بكم. زميلنا امين نوري من المغرب، مرحبا بك، خبير التسويق الرقمي ومدير شركة يمساويتك. يمساويتك ليبيا، مرحبا بك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عارتك، ورجل أعمال مستثمر مهتم في العمل في مجال الإعلام والتسويق وتقنية المعلومات. مرحبا بكم لينضم. خلونا نتعرف شوية حتى على الحضور بسؤال بسيط يمكن نسأله، حتى أنتم كمتحدثين يا ريت تشاركونا هالسؤال، اللي هي هل تفضل التسوق التقليدي أو التسوق عبر الإنترنت؟ إذا كان حضورنا الأعزاء تشاركونا بالتصويت على السؤال اللي طلع قدامكم الآن، كذلك متحدثين بإمكانكم أنكم تشاركوا في السؤال هذا. إجابة صعبة بصراحة. خذيتهم الاثنين أنا. خذيتهم الاثنين. 50-50. هو يعتمد على نوع التجربة، يعني لو زي التجربة اللي نشوفها خارج من ليبيا، يعني أكيد التسويق الإلكتروني تجربة ممتازة، بس ممكن ظروف الدول العربية صعبة شوية، يعني حتكون تجربة مزدوجة، حنفضلوا التقليدي والإلكتروني يعني على حسب الجودة بتاعها. متكامل يعني. صحيح. هو عموما في البدايه قبل ما ننسى نرحب كل الحضور اللي موجودين معنا، اذا كان من المغرب، من تونس، من ليبيا، من مصر، كذلك من السعوديه، من الاردن، من تركيا، وكل الدول اللي مشاركين، واعذروني لو نسيت اي دوله من اللي موجودين، اكتبوا في الشات ان شاء الله باذن الله حنذكره. نتيجه التصويت طلعت 68% للتصويت عبر الانترنت، 48% للتصويت التقليدي، هذه حاجه مشجعه للامانه. شكرا لكم جميعا على المشاركه في التصويت. بعد شويه حيكون عندنا سؤال ثاني ان شاء الله باذن الله، لكن الان ننتقل للاستاذ محمد ابو السعود. يا ريت تعرفنا اكثر عن نفسك وليك الكلمه والمداخله. شكرا لك استاذ احمد، حياكم الله جميعا. اولا يعني فرصه جميله جدا ان نجتمع بالاخوه من ليبيا الجميلة ومن المغرب العربي والخليج وكل العرب. بالعكس احنا سعيدين جدا اولا باجتماعنا معكم قبل الحديث عن اي موضوع، فهو زي ما تفضل الاخ عادل اليوم خلانا صحيح الكورونا اجبرتنا ان نكون خلف الشاشة، ولكن هي جمعتنا
بناس شوي مختلفين مش متعودين انه نجتمع معهم. فبالعكس انا سعيد جدا بهالفرصة، وشكرا اخ احمد لهالاستضافة ولمؤسسة اقرأ. ان شاء الله ما بطول عليكم، الاخ عادل كفى ووفى. انا بس بدي احكي قبل ما ادخل بالنصائح على التجارة الالكترونية وكيفية العمل على التجارة الالكترونية، حابب أؤكد على نقطة حكاها الأخ عادل بأنه من أهم الأشياء اللي حصلت بهذه الفترة هو موضوع الـ education. ارتفع قدرة الناس على التعامل مع الأونلاين بسبب الكورونا، وهذا ما أدى إلى زيادة الطلب على التسويق الإلكتروني وعلى التجارة الإلكترونية. الفكرة كان دائماً عندنا مشكلة، إحنا من نعمل في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية أكبر مشكلة هو التعليم، بأن الناس مش متعودة وعادة بتحب تأخذ التسويق التقليدي، زائد أنهم ما بيثقوا في الشراء أونلاين وما بيستخدموا الأونلاين بيمنت. اليوم مع الكورونا ارتفعت كثير، فصفى في طلب مختلف ومن نوع مختلف في الدول العربية، ومما يشكل فرصة جديدة لكل من يعمل في هذه المجالات. يعني مو بس التسويق الإلكتروني، الريتيل الآن عم بتحول إلى التسويق الإلكتروني، جماعة مقدمين خدمات الموبايل أبليكيشن، الويب سايت، كلهم بجميع أنواعهم أصبحوا اليوم مطلوبين علشان يغيروا هذا العمل. فهو بالنهاية واجب علينا أن نساعد جميع الناس ب الإديوكيشن، بتعليمهم على التحول على التسويق الإلكتروني. أنا إذا بتسمحوا لي بدي أعمل شير سكرين لأني حضرت شيء ممكن نحضره. ما بعرف إذا شباب واضح ال واضح ممتاز جدا. نحضر السلايد. طيب ثواني بس تكبر السلايد عشان تكون واضحة أعتقد أوضح. شكر اقرأ على هالأمسية الجميلة. أعرفكم عن نفسنا سريعا، إحنا شركة موندو جروب، عنا موندو ميديا بالأردن، عنا موندو ميديا بعمان، وعنا موندو تورز كمان بعمان، يعني شركة الأم عنا بعمان، وموندو رنتل بتركيا. هذه شركتنا. أنا اسمي محمد أبو السعود، أنا معتمد في التسويق الإلكتروني مدرب وصاحب شركة موندو ميديا بالأردن. طيب شو يعني إيكوميرس بزنس؟ أول شيء إحنا حتى الناس تكون عارف شو هو الشراء والبيع على الإنترنت. فإذا كان في طريقة تحويل معينة للأموال حتى لو ما كانت الدفع دايركت عن طريق الفيزا، يعني إذا كان في تحويل بنكي لأجل أخذ هذا السيرفيس أو استخدام المحافظ الإلكترونية، اليوم المحافظ الإلكترونية انتشرت جدا عنا، بحيث أنك أنت بتقدر تحول الأموال من وإلى الناس. فإذا حصلت هذه العملية على موقع إلكتروني يسمى إيكوميرس بزنس، يعني موقع تجارة إلكترونية. هذا بس تعريفا عن الموضوع. الويب سايت ديفلوبمنت تايبس، اليوم صار في عنا عدة أنواع من طريقة بناء الويب سايت. في عنا بناء بناء موقع إلكتروني، إما بتبنيه من الصفر وهذا يحتاج إلى ديفلوبرز، يعني مطورين متخصصين في بناء لغة معينة حتى يشتغلوا لك الويب سايت. هذا كان زمان هيك فقط وكان مكلف جدا. اليوم أصبح في شيء اسمه CMS system، اللي هو Content Management System. شو يعني Content Management System؟ يعني عبارة عن بلاتفورم جاهز أمامك، وإنت ما عليك فقط إلا أنك تدخل المنتجات أو الخدمات تبعتك على هذا الويب سايت باشتراك شهري. فأصبح Monthly Subscription بسموه، يعني أن أشترك أنا شهرياً بدل ما أبني ويب سايت من الصفر. حتى الموبايل أبليكيشن أصبح في منها CMS System. شو ميزة CMS System؟ بأنك اليوم تستطيع الدخول بتكاليف بسيطة، يعني ما في داعي إنك تدفع آلاف الدولارات حتى تشتغل. الأخ عبدالله بيحكي لايك ووردبريس، نعم، بس بالتجارة الإلكترونية أخي في عنا من أشهرهم شوبيفاي، في ووكوميرس، وفي كمان كثير، يعني في إيكومز، في شوبجو، في كثير ويب سايتس اليوم CMS System وجزء منها عربي، يعني شوبجو مثلا هم موجودين بالأردن، عنا سلتي بالسعودية، عنا في شيء بمصر،
فأصبح CMS system اليوم مهم جدا، لسبب انك حتى لو بدك تعمل انت ويب سايت لإلك تبنيه من الصفر، على الاقل تتمكن من تجربة التجارة الإلكترونية وتجربة منتجاتك وخدماتك على الانترنت عن طريق CMS system. وبس تتأكد بانه فعلا انت منتجاتك مطلوبة وقادر على تسويقها والعميل متقبلها، بتبدأ تبني الويب سايت تبعك. فCMS system هي متوافرة جدا اليوم وأصبحت أوفر جدا من بناء ويب سايت من السكراتش أو من الصفر. في عنا 5 elements أو 5 أدوات أساسية للبيع أونلاين. إيش هم الخمسة اللي أنا إحنا من خبرتنا كمسوقين إلكترونيين في التجارة الإلكترونية وصلنا لإلهم؟ النقطة الأولى هو الكونتنت، يعني المحتوى. شو المحتوى اللي أنت بتقدمه لعميلك حتى يقدر يشتري أونلاين؟ هل هي طبعاً الصورة، الفيديو، الكتابة، المعلومة، وايت بيبر؟ هذا كله يعتبر محتوى. المسكونسبشن عند الناس بأن المحتوى هو فقط كتابة، لا، المحتوى هو كتابة وهو صورة وهو فيديو وهو أي شيء أنت بتقدمه على الويب سايت أو بتسوقه عن طريق قنوات السوشيال ميديا ومحركات البحث، هذا يسمى كونتنت. فجدا مهم أنك تهتم بتفاصيل المحتوى اللي أنت بتقدمه ووضوحه واختيار اللغة المناسبة. يعني اليوم إذا أنا بدي أسوق بليبيا، حتى لو أنا عربي وأردني وأنا بسوق في ليبيا، لازم أستشير حدا بليبيا، لأنه الكلمات المستخدمة مختلفة عن اللي بيستخدمها المواطن الخليجي أو الأردني. فدائما نحكي المحتوى مهم جدا حتى تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس. ليش؟ لأنه إحنا نبيع emotions، يعني نحن في الأونلاين بيزنس الخطوات البيعية قصيرة جدا. يعني بالخطوات البيعية الطبيعية نحن عبارة عن 7 خطوات، يعني من يدرس المبيعات هو عبارة عن 7 خطوات: أن تبحث عن عميل، وأن تلتقي بالعميل، وأن تعرض له المنتج، وبعدين بتحل المشكلة والإشكالية أو المفاوضات، بعدين زيارة أخرى، بعدين الفولو أب، بعدين يعني بتأخذ معك 7 خطوات. عندك فرص، ولكن الأونلاين بيزنس عندك هم ما في خطوتين، هو عرض وإغلاق. يعني ما عندك الفرصة إنك تتحدث كثيراً مع الزبون، فأنت عندك مرحلتين: عرض وإغلاق. فلازم محتواك يكون جذاب وسريع الوصول إلى عميلك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الأتراكشنز، بإيش بدك تجذبه بالأونلاين؟ بالسعر، بالكواليتي، بالنوع، إنه هاي القطعة مش موجودة إلا عندك. لازم يكون في عندك أتراكشنز، أشياء جذابة حتى العميل يجي يشتري من عندك، لأنه المنافسة على الأونلاين عالية جدا. يعني طبعا المنافسة بالأوفلاين اللي هو بالشارع المحلات برضو عالية، ولكن دائما الناس بتكون مجموعة قليلة ترتاد هذا السوق، فهو الخيارات عنده أقل من الأونلاين. اليوم إذا بتفتح على جوجل بتكتب مثلا sun glasses، بيطلع لك مئات الآلاف من الويب سايتس موجودة. فلازم يكون الويب سايت تبعك فيه attractions، أشياء تجذب العميل. 3 call to action. شو يعني call to action؟ وهو إيش يعمل الزبون لما يرى إعلانك؟ هل يبعث لك واتساب؟ هل يرسل لك مسج؟ هل shop now ويروح للويب سايت عشان يشتري؟ فلازم تكون منتبه إنه العميل إذا رأى إعلان لإلك وما في call to action، يعني إجراء يعمله هذا العميل، فأنت تضيع فرصة كبيرة جدا، لأنه لازم تحكي له إذا بدك هذا المنتج shop now، إذا بدك هذا المنتج أرسل مسج أو أرسل واتساب إلى آخره. فالcall to action مهم جدا. 4 sense of urgency. شو يعني sense of urgency؟ يعني أن تشعر العميل دائما بأنه هذا عرض خاص ولفترة قليلة. فدائما بنحكي limited offer، عرض خاص مثلا لفترة معينة. في كتير كلمات بتشعر العميل بأنه هذا المنتج مش دائما متوفر أو هذا العرض مش دائما متوفر، بنسميها sense of urgency. 5 landing page. شو يعني landing page؟ يعني وين بده يحط عميلك. أخذوها landing من الطيران، يعني من الهبوط، أين يهبط العميل تبعك، أنت راح تختار اللينك اللي بتوديه عليه. فجدا مهم تنتبه إنه إذا أنت عارض نظارة لونها أحمر، لازم لما بكبس على اللينك تبعك في الأونلاين شوبينج يروح للنظارة اللي لونها أحمر، عشان ما يصير كونفيوز ويدخل على مكان آخر ويعمل إشي بنسميه باونس أوت، يعني يخرج مباشرة من الويب سايت. فهدول 5 elements. أرجوكم أي حدا من الحضور حابب يبدأ بالأونلاين بيزنس،
خذهم قاعدة، لأنه إن شاء الله رب العالمين بيساعدوكم 70% إلى 80% بأن تحصل المبيعات على الأونلاين. في شيء بحب دائما نحكي فيه اسمه SQL. شو يعني SQL؟ يعني Sales Qualified Leads. شو معنى هاي الجملة؟ معناها أن أبني عملاء قادرين على الدفع. إحنا بالنسبة لإلنا لما نحكي قادرين على الدفع يعني قادرين على الالتزام. الدفع بالنسبة لإلنا هو ليس دائما الثمن المباشر، ولكن عنده القدرة على الالتزام أو على الشراء. كيف بنبنيها؟ فدائما بننصح أن نمشي بهذه الخطوات. أولهم الاتراكشن، وهو أن تجتذبه بالأويرنس. يعني ما تحاول أول مرة بيشوفك عميلك تحاول تبيعه، دائما حاول أن تخبره شو هو الستور تبعك اللي أنت بتقدمها. تاني شغلة build a community. شو يعني build a community؟ يعني حاول أنك تخلي الناس أن تتفاعل مع المحتوى تبعك إلى حد ما. شو فائدة التفاعل بكل قنوات الديجيتال ماركتينج، وهي من أهم المزايا بالتسويق الإلكتروني، هو إعادة الاستهداف. فإذا مجموعة من الناس حضروا فيديو معين أو كبسوا على شوب ناو أو أرسلوا لك مسج على الصفحة، أنت بالتسويق الإلكتروني تستطيع إعادة استهدافهم مرة أخرى وأخرى وأخرى. فدائما حاول تخلي الناس بأي طريقة إنها تدخل وتعمل أكشن معين على صفحة حتى تستطيع إعادة استهدافهم. لأنه بعلم الأونلاين حسب ما تقول الدراسات لازم يشوفك العميل 6 مرات حتى يشتري، 6 مرات لازم يشوف إعلانك حتى يشتري منك. فهذه ميزة موضوع الريتارجتينج. 4 الكونفيرجنس. هنا بنبلش بمرحلة البيع. بدك تنتبه انك انت لما تبيعه تكون صادق في السعر وصادق بما تقدم حتى تستطيع المحافظة على هذا العميل، لانه مش سهل تجيب عميل اونلاين ومش سهل تحافظ عليه. الخطوة 5 الفولو اب. شو الفولو اب؟ انك انت تتابع عميلك، يعني اشترى ترسل له فاوتشر، ترسل له كوبون، تحكي له شكرا لك، خصم 10% المرة الجاي. هذه بنستخدمها كثير في حملات التسويق بالايميل اللي هي الايميل ماركتينج. دائما دائما حاول انك تتواصل مع عميلك بعد الشراء وان تعطيه عرض اخر علشان تكبر البيع وعلشان تحافظ عليه ويكون هو سعيد بالتجربة الشرائية. هذا بنسميه SQL، يعني بناء عملاء حقيقيين قادرين على الشراء. هذه رسمة بتوضح كل اللي حكيته، وهي الجذب attract، بعدين build a community يعني خلي الناس تتفاعل مع المحتوى، بعدين أعد استهداف الناس المهتمين، بعدين قم بعملية البيع، بعدين حافظ عليهم الريتين عن طريق CRM system، عن طريق إرسال إيميلات إلى آخره. هيك بيكون عندك، أصبح عندك جمهور بسموه qualified leads، بعدين تبدأ بفتح جمهور جديد. اللي بدي ألفت نظره شباب والصبايا على موضوع الأونلاين، ما تعتقد إنه كل ما كبر جمهورك كل ما كان أفضل. بالعكس، انت بالاونلاين لازم كل جمهور تحاول تمشي بنيش ماركتس للبداية، يعني يكون الجمهور حجمه مقبول. فاحنا مرات نعمل حملات اعلانية، مثلا احنا بنبيع كثير اي كوميرس بامريكا، فمثلا بيكون جمهور 200 مليون. طب هذا غلط، لانك راح تشتت الفيسبوك او الانستغرام او الجوجل وما راح يقدر يسيطر. دائما حاول يكون جمهورك بأرقام مقبولة، 200,000، 300,000، 150,000، على حسب البلد طبعا، على حسب حجم البلد، بحيث أنك تسيطر على هذا الجمهور. بعدين ابدأ بفتح جماهير جديدة. فما تحاول تكون كتير برود ولا تحاول تكون ضيق جدا، حاول أن تكون مسيطر على جمهورك وفاهم هذا الجمهور شو الأشياء اللي بحبها وتعرف تحافظ عليها. السيلز فانل احنا نرسمه بهاي الطريقة. منطقة الأويرنس اللي حكينا فيها لازم تكون عارف بأنه في ناس كثير من هاي المنطقة راح تطلع out. فليس يا أخي المسوق، ليس كل من يرى إعلانك هو زبون. ليش؟ لأنه ليس كل زبون يليق بك. فأنت ممكن يكون عندك عدد كبير من العملاء دخلوا لأول مرة وطلعوا، مش معناته تزعل أو تحكي أنه البرودكت تبعك فاشل. بالعكس، هو الغربلة اللي بنعملها عن طريق الديجيتال ماركتينج هو ما يساعدنا في البيع، وهو أهم أسباب نجاحنا في التسويق أونلاين. فالمرحلة الثانية نفس اللي حكينا عنها engagement، يعني التفاعل. هون اليوزرز، أصبح عندك كاستمر أو potential كاستمر عندما يتفاعل مع محتواك، وبنينا بهذه المرحلة
كوميونيتي للستور تبعنا إلى أن نصل إلى مرحلة الكونفيرجن، وهي أن تبيع الجمهور اللي فعلاً أنت استطعت أن تصل له. هذا هو باختصار نصائح بسيطة بالإي كوميرس. بديش أطيل عليكم أكثر من هيك، وأتمنى منكم جميعاً أنكم شكراً أنكم سمعتوني وتحملتوني، وأتمنى من الجميع التوفيق والرزق بإذن الله، والأرزاق أكيد بيد الله سبحانه وتعالى. بشكرك جداً أخ أحمد كمان مرة على الاستضافة الرائعة. شكرا لك سيد محمود محمد على المعلومات القيمة. شكرا لك. أنا في عندي سؤال، عندي سؤال بس سيد محمد معلش يعني قبل ما نعم تفضل. إيه هو سؤال يعني أنت حكيت على موضوع الدفع، أنا هذا ديما السؤال عندي فيه كونسيرن شوية، يعني هل لو عملية الدفع كانت كاد أو كاش أون ديليفري هل ما يعتبرش هذا عملية تسويق إلكتروني، ولا ممكن اعتبره عملية البيع هي فيها عملية تسويق إلكتروني؟ يعني هل الدفع لازم يكون عن طريق محافظ إلكترونية وفيزا وأونلاين بايمنت جيت ويز، ولا ممكن يكون يعني أون ديليفري؟ لا لا طبعا أكيد، شكرا لسؤالك، أنا راحت مني هاي النقطة، بالعكس رائعة جدا. الكاش أون ديليفري بزبط يشتغل معنا، ولكن في الكاش أون ديليفري في مشاكل كبيرة. هلا محمود الأشقر بس يحكي عن الشوبينج راح فهمني هذا الموضوع أكثر، لأنه هو متخصص أكثر مني بهذا الموضوع. ولكن من خبرتنا في موضوع الكاش أون ديليفري دائما في مرتجعات. ليش؟ لأنه لم يلتزم، يعني العميل لم يلتزم لأنه لسه ما دفع، فممكن أنت يخبرك انه بدي هذه القطعة وبعدين يبطل يرد على التليفون، فبيعمل مشاكل وبصير عندك مرتجعات كثير كبيرة. عشان هيك حكينا احنا بانه فترة الكورونا رفعت كثير مستوى التعليم بالنسبة للإي كوميرس، فبنفضل بانه نحاول نمشي قدر المستطاع بانه الزبون هذا يدفع عن طريق محفظة إلكترونية او تحويل بنكي او عن طريق الكريدت كارد، عن طريق بيمنت جيت واي انت اونلاين تقدر تسويها. لانه موضوع الكاش اون ديليفري صحيح ببيع كثير، ولكن فعليا بيصير عندك مرتجعات كبيره جدا. هذا من خبرتنا يعني. صحيح 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 كلام صحيح. ليك الكلمه اخوي محمد العكاري، تعرفنا عن نفسك كذلك مداخله متاعك بخصوص الهويه، اذا عندك اي شيء ثاني بكل التاكيد ان شاء الله. انا حبيت نستغل السؤال هذا لان سؤال ديما محيرني، يعني قصه يعني لازم عمليه الدفع هل هي تكون اونلاين ولا لا. طبعا انا حكيت الجانب هذا من جانب البيئه اللي قاعدين فيها، فيها كانت صعبه شويه اشكاليات الدفع الالكتروني. عموما بدايه نرحب بالحضور كلهم الموجودين سواء كحضور او بالاستاذه اللي في المحاضره القيمه هذه من الدول العربيه، ونشكرهم على مداخلتهم اليوم. كذلك اقرا مع السيد احمد، اعطانا فرصه اليوم ان احنا ندردش شويه مع بعض، يعني نحكوا على كل واحد يشوفه أو يحكي على تجربته من واقع البلد يعيش فيها، لأن هي التجارب هذه تختلف أكيد من دولة لأخرى. وبارك الله فيهم سيد عادل وسيد محمد، يعني المعلومات اللي حطوها يعني حتصعب علينا إن إحنا حنزيدوا عليهم، لكن أنا حبيتنا الكلام اللي يكون اليوم أو اللي نتكلم عليه يكون واقع تجربة حقيقية نعيشوا فيها، يعني واقع تجربة إحنا عشناها، على الأقل تقدير أنا عشتها في ليبيا، وكيف ان التسويق الالكتروني مهم جدا. يعني احنا يعني انا حتى الموضوع اللي بنتناوله من قصه ان التسويق الالكتروني اليوم علاش احنا نحتاجوه اليوم في وقتنا الحالي، اللي شفته طبعا خلينا نعرف شويه على ارتك او محمد العكاري، مش من هدف يكون واضح السرد. انا محمد العكاري صاحب شركه او مجموعه شركات ارتك التقنيه الاعلاميه، مهتمين في الجانب الإعلامي والتقني وتقنية المعلومات كذلك التسويق. فزبائننا وعملائنا كلهم يعني مربوطين بالفئة هذه، الفئة اللي هي تحتاج لحلول لها علاقة بتقنية المعلومات ولها علاقة بالتسويق الإلكتروني. فهذا خلاني عايش الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها، والعالم كله هو عايش فيها، مرحلة الكورونا اللي هي خلالها 4-5 شهور يعني غيرت هلبة حاجات في العالم. يعني خلت العالم يوم شركات سكرت، شركات جديدة فتحت، شركات ربحت أموال من وراء المشكلة هذه، شركات خسرت. هذا كله قعدت نعكس فيه على التجربة الليبية،
وفعلا لقيت ان لو 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 في واحد المفروض يستغل فرصه التحول للجانب الالكتروني او جانب التسويق الالكتروني هي الفرصه الحاليه الان. الفرصه المتاحه حاليا اعتقد صعب ان هي تلاقي كل المعايير اللي موجوده حاليا في وقت اخر. المعايير الموجوده حاليا هي خلت الناس كلها موجوده في منازلها، خلت الشركات او اصحاب رجال الاعمال ما يقدروش يوصلوا في منتجات تاعهم او خدمات اللي يعرضوها بالطريقه التقليديه العاديه، لان اليوم عايشين في حاله من اللوك داون او الحظر اللي هو يمنحهم من عمليه البيع. خصوصا ان احنا نعرف انه مثلا على سبيل المثال رمضان واحد من السيزونز المهمه في البيع على الاقل كثير في ليبيا. اليوم اغلب الشركات اليوم مسكره، يعني ضيعت عندها موسمهم في السنه ما خلاهاش تقدر تبيع بالطريقه التقليديه يعني. فخلينا نشوف ان اليوم الفرصه المتاحه لنا نتعلم من خلالها فرصه كبيره جدا. انا شخصيا يعني شفت دراسات او درت شويه دراسات على بعض العملاء وعلى بعض الشركات في ليبيا، لان انا مهتم بالجانب هذا شويه. انا في اعتقادي ان خلال الشهرين هما بس اللي شفت انا ممكن فيه 30% زياده في موضوع التحول للتسويق الالكتروني، وهذه كلها ارقام انا يعني قعدت احصل فيها بالجانب اللي شفت فيه قدامي، يعني ما اخذتهاش من مصدر يعني رسمي من جهه معينه، بس قعدت نقارن ونشوف بالسوق الليبي بالعملاء اللي نخدموا معاهم مع العملاء اللي موجودين حاليا كيف ان هم تحولوا من التسويق العادي للتسويق الالكتروني، لنا ما عندهمش حل اخر من غير الموضوع هذا، وفعلا قدموا منتجات كويسه في الفتره الحاليه وقدروا يخدموا وفاتوا ظروف. فيعني لو كانوا هم اوريدي جاهزين من فتره كانت الظروف هذه كلها مش حتاثر فيهم. طبعا احنا نعرف ان التسويق الالكتروني هو الهدف الاساسي من التسويق الالكتروني انك انت بتبيع. التسويق الالكتروني هو ما فيش حاجه جديده، هو مش 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 حنقول علم جديد، هو تولز جديده انت بتضيفها، لانه هو تسويق منذ الازل موجود، منذ قديم الزمن موجوده قصة ان انت بتسوق للمنتجات اللي عندك. اليوم من زمان من الناس لما كانت تبيع في الاغنام، تبيع في 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 المنتجات المحاصيل الزراعيه بتاعها كانت تستخدم في اساليب معينه للتسويق. غير ان الواقع اللي نعيشه فيه حاليا وتطور عصر التقنيه والمعلومات خلانا ان احنا نستخدم التولز المرفقه به اللي هي من ضمنها التسويق الالكتروني، من يعني مواقع انترنت انفراستراكشر، من السوشيال ميديا بلاتفورمز، من المنصات العالميه في التسويق زي ما حكى السيد محمد السعود، زي ووكوميرس والشوبيفاي الامازون، المواقع اللي ممكن تبيع من خلالها او البلاتفورمز اللي ممكن انت تشترك من خلالها دير سبسكريبشن وتبيع. يعني الميزه او بعض الميزات المهمه في التسويق الالكتروني هو حقيقه يفتح اسواق جديده او فتح اسواق جديده، وهذه يعني احنا نحكيها من تجربه حقيقيه. احنا من فتره سابقه يعني عندنا احد المشاريع خاص بموضوع الكوميرس هو اسمه سبيدو، مشروع خاص بموضوع تجربه التوصيل والتسوق اونلاين. ففي احد المحلات يعني لما عقدنا معه المحل هذا او ستور هو ما كانش عنده اي وجود الكتروني قبل مرحله التسويق هذه يعني او قبل مرحله التعاقد معه. فحكينا على تجربه مهمه قالني لما هو فتح موضوع التسويق الالكتروني وفتح موضوع الويب سايت يسوق منتجاته، قال تقريبا 90% من المستخدمين اللي طلبوا منتجات تاعه في الفتره الحاليه هم مستخدمين جدد ما كانوش موجودين عنده تماما قبل الحادثه هذه. يعني هو كان يشتغل في السنوات السابقه يشتغل على عملاء محددين، يعني هم زبائن ولت عنده علاقه بهم وولوا ياخذوا منه في المنتجات بتاعه وبدال يحافظ عليهم. لما فتح التسويق الالكتروني ده يشوف في عملاء جدد، يشوف في اسماء جديده، يشوف في عملاء جدد عنده، وصلت 90%. يعني هو فتح على روحه سوق جديد دخل له اكثر من 90% من عملاء اللي هو كان يتعامل معهم سابقا، وهذه حاجه انا شفتها في الواقع اللي نعيشه فيه حاليا. العميل ايضا لما لو بيخش اونلاين اللي بيبحث على نظاره زي ما قال السيد محمد او بيبحث على حذاء، لو انت كعميل ما تبيعش وانت تبيع في الاحذيه وما مش عارف المنتج بتاعك اونلاين، هو حقيقه حيمشي للمنافس بتاعك، لان المنافس بتاعك موجود اونلاين حياخذ منه الحذاء هذا بغض النظر على جوده. مرات في ظروف معينه تحتم انه لازم ياخذ الحذاء هذا. فالقصد ان اليوم انت تفتح في او تخلي في طريق اخرى للمنافسين ان العملاء يتوجهوا لهم.
ممكن لو نتكلموا على موضوع العمل او كيف اليوم تكلفه انك انت تجهز منصه الكترونيه وتبيع من خلالها او تسوق من خلالها منتجاتك بالتاكيد هي اقل بمراحل انك انت لو تجهز مكان تسوق منه منتجاتك ويكون فيزيكلي موجود. يعني انت اليوم ناحيه قصه الايجارات، ناحيه قصه التجهيزات، ناحيه قصه الديكورات، الهيدك هذه او الارقام اللي انت بتحملها على المواضيع هذه اليوم مقابل تكاليف بسيطه نوعا ما، خاصه لو نحكوا على الاشتراك في بلاتفورمز تسويق من خلال سبسكريبشن مونثلي او شهري، يعني مش هتكلفك شيء في حاله انك انت بتبيش تدير نيتف اي كوميرس بلاتفورم او ما عندكش الخبره او ما لقيتش الجهه اللي ممكن تساعدك في تطوير المنصه هذه. اليوم في منصات واسيه تقدر تساعدك وتبيع من خلالها المنتجات اللي عندك. فيه ايضا موضوع انك تاخذ قراءات حقيقيه من الزبائن تاعك او فيدباك حقيقي. يعني اليوم الطريقه التقليديه في التسويق في المنتجات الخاصه بك او الخدمات اللي تقدم فيها بطريقه تقليديه صعب انك انت تاخذ فيدباك حقيقي من العميل تاعك، سواء هو راضي عن المنتج، انه هو يحب المنتج هذا ولا لا، هل انت تحتاج انك تطور المنتجات اللي عندك، هل في عيوب في المنتجات عندك، هل الكاستمر تاعك او العميل تاعك هو ساتسفايد بالخدمه اللي انت تقدم فيها، هل انت متوجه للعميل الصحيح. انت مرات مش متوجه للعميل او الفئه او الشريحه اللي انت محتاجها. زي ما حكي السيد بكري محمد اليوم عن طريق البلاتفورمز الخاصه بالتسويق الالكتروني او السوشيال ميديا، اليوم تقدر تغذي بعض السيرش انجنز المعروفه ب اس اي اويز خاصه، تقدر تخلي من خلالها اليوم عندك ريتنج عالي انك انت تكون موجود في 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 في, في الشبكه العنكبوتيه او الانترنت. اليوم تقدر من خلال منصات التواصل الاجتماعي تحدد او تحدد الشريحه المستهدفه اللي هي ممكن تاخذ الحذاء هذا او تاخذ الفستان هذا ولا تاخذ المنتج هذا. قصه تحديد الفئات هذا مهم جدا في التسويق، لان انت مرات عندك منتج معين وما يحتاجش الرجال يعني يكونوا مستهدفين فيه، هو منتج خاص بالنساء، فانت تقدر توصل بشكل مباشر للنساء ومرات حتى توصل فئه عمريه معينه. هذه تولز كلها اليوم التقنيه تقدر تساعدك فيها، لكن بالتسويق التقليدي صعب انك انت يعني تشارك فيها. فحقيقه انا الرقم اللي حكيت عليه اللي هو 30% يعني قعدت اقارن فيه من خلال الشهرين اللي فاتوا، رقم يعطي 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 انطباع كويس ان في ثقافه في ليبيا، بالتاكيد هي حتى في الدول العربيه الاخرى، الاتجاه لموضوع التسويق الالكتروني. لان حقيقه أنا قبل 5 شهور 6 شهور فاتت مواقع التسويق الالكتروني في ليبيا تنعد على اصابع الايدي، يعني وهذا كلام يعرفوه اي واحد ساكن في ليبيا. يعني منصات التسويق الالكتروني هي 4-5 مواقع نعرفها وخلاص، يعني هي اللي ممكن تشتغل في الجانب هذا، وحتى التطبيق الطبق فيه هو تطبيق بسيط وعام، يعني مش موفره كل التولز الحقيقيه او الخدمات الحقيقيه للاند يوزر. فال 30% اللي شفتها في الزياده هذه من خلال العملاء اللي نشتغل معاهم واللي نشوف فيهم، هذه حقيقه تعطي قراءه كويسه ان نتوقع ان بعد ما بعد الكورونا حيكون بيئه خصبه ان الناس حتستثمر في الجانب هذا وحيكون لها وجود اقوى في موضوع السوشيال ميديا. وان كان احنا عندنا عيب في ليبيا هو تحت طبعا مجموعه نقاط، اللي هو العيب الرئيسي مشكله الانفراستراكشر او البنيه التحتيه اللي موجوده في ليبيا، واللي تاثرت اكثر في ظروف الحرب اللي صارت وثورات الربيع العربي هذه، اثرت في الانفراستراكشر هذه من موضوع الكهرباء، وهذا واحده من الحاجات المهمه في ليبيا. سيرتنا تخبط شبكه الكهرباء يعني والانقطاعات الموجوده هذه مؤثره في قطاع الاتصالات. ايضا المشكله الثانيه الرئيسيه موضوع الدفع الالكتروني، حلول الدفع الالكتروني، حلول الدفع الالكتروني الحقيقيه ما زال مش متوفره في ليبيا، وهذه حتكون احد العوائق اللي نتمنى ان احنا كيف الشركات تقوي نفسها في جانب هذا وتطورها. الخدمات المضافه من شركات قطاع الاتصالات، من قطاع الاتصالات حاليا يعني مش موفر العديد من الخدمات المضافه اللي تقدم فيها شركات الاتصالات خارج من ليبيا، المفروض حتى هي يعني شركات الاتصالات تزيد تركز فيها، لان هي نقطه مهمه جدا تفيدنا احنا كشركات ولا كعملاء نقدر نستفيد منها في تسويق السوق الالكتروني. الخدمات المضافه ايضا كخدمات التوصيل، خدمات مكمله لعمليه التسويق الالكتروني، هذه الامور كلها مؤثره حقيقه في التفكير انك الاتجاه الى التسويق الالكتروني اليوم او اخذه في محمل الجد. بس هذا كله لا يعني ان احنا المفروض ما ناخذوش موضوع التسويق الالكتروني في عين الاعتبار وناخذوه ان هو تولز حقيقيه،
وهذا زي ما حكيت أنا شفته كان ليه موجود ممتاز جدا، وكان ليه واقع ممتاز حتى على العملاء الموجودين. وحقيقة العملاء اليوم من خلال صفحات تسويق مواقع ومتاجر إلكترونية اليوم يدخلوا في أرباح كويسة وما تردش فيهم دائقة الكورونا. شكرا لكم، أنا نحاول مش نطول كثير لأن الواضح إحنا في سادة مش يكملوا موضوع المعلومات. في أي استفسار أي ملاحظة أنا موجود ونتبع معكم نشوف شن ممكن نفيد المستمعين يعني. شكرا أخوي محمد، يعطيك الصحة كلام جميل. نحب ننوه على الحضور، أي حد عنده أي سؤال يقدر يكتب في الخانة الخاصة بالأسئلة، إن شاء الله بإذن الله لو حلفنا الحظ في الوقت حنجاوب عليها. بالإشارة لكلام أخوي محمد العكاري بخصوص الشركات اللي تأثرت إذا كان إيجابي أو غير إيجابي، شو رأيكم مع بعضنا قبل ما ننتقلوا لمتحدثنا العزيز القادم ناخذوا تصويت بسيط على المشروع متاعك، إذا كان معنا ناس اللي عندهم أصحاب مشاريع أو شركات أو حتى محلات صوتوا لنا على سأش. كيف تأثر المشروع متاعك خلال الفترة هذه خلال مش نايد انت في نفس المستوى او جميل. بالنسبة للنتيجة بالنسبة لحوالي 52% بشكل غير إيجابي، 32% بشكل إيجابي، و16% لم تتأثر. هذه يمكن أن نناقشها في نهاية الحديث متاعنا بإذن الله، شنو يمكن الأسباب اللي خلت العديد من المشاريع تأثرت بشكل غير إيجابي في فترة الجائحة. الكلمة الآن لأخونا أمين، معلش بس كلمة الآن لأخونا أمين نوري. نعم أخو محمد تفضل. بس أنا شفت سؤال بس تقريبا من السيد عبد المطلب يسأل عليه سؤال، هل يعني يسأل فيه شخصيا هل تمكنتم من تقديم خدماتكم لزبائنكم أونلاين خلال فترة القفل العام؟ بالتأكيد طبعا احنا أنا مش عارف تحكي على مشاريعك بالضبط، لكن أكيد عندنا احنا على سبيل المثال عندنا أحد المشاريع يعني هو حقيقة انطلق خلال فترة اللوك داون أو الحظر، والحمد لله يعني قدرنا من خلال التسويق أونلاين وكذا إن إحنا نقدر نقدمه خلال الفترة هذه. ف يعني هذه ممكن إجابة يعني للسيد عبد المطلب هون. السلام عليكم. حتى بالنسبة تفضل أخي أحمد. بالنسبة للأسئلة حضورنا الأعزاء، أي حد عنده أي سؤال ياريت يكتب قدامه اسم المتحدث باش في نهاية الحديث إن شاء الله بإذن الله نعطوه السؤال للمتحدث اللي أنتوا سألينا. وننتقل الآن لزميلنا العزيز أمين نوري من المغرب. شكرا أخ أحمد، أول شيء بشكرك أمين. على هذا بتسمعني؟ ألو؟ أيوة سامعك أمين تمام. واضح صح. الحمد لله. أول شيء شكرا على هذه الاستضافة الجميلة وهذه الوجوه الجميلة من الإخوان العرب الموجودين معنا في هذه الأمسية الطيبة في هذا الشهر المبارك. أود يعني أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كم جميعا إن شاء الله هذا الشهر الخير والبركات، وطلع عنا هذه الأزمة إن شاء الله على خير، وترجع الأمور أحسن فأحسن إن شاء الله. فهذه فرصة أكيد جميلة لأننا نحكي بعضياتنا ونحكي في قطاع اللي هو مهم، لأنه أنا عندي فيه خبرة 8 سنوات من 2012 وأنا في الديجيتال ماركتينج، وبالتالي خديت خبرة الحمد لله اللي جعلتني اليوم أني أنطلق مع الشركة بتاعي اللي صار لها الحين سنة ونصف في ميدان التطوير للمواقع والتطبيقات والتسويق الرقمي.
أود أن أشكر الإخوة على التدخلات تاعهم، لأنه صراحة المعلومات اللي عطاو قيمة، وأنا صراحة عندي تقريبا نفس المنظور، لأنه صراحة الديجيتال ماركتينج أو التسويق الرقمي أو التجارة الإلكترونية هي المستقبل في كل العالم، لأنه صراحة احنا بنشوف الأرقام كيف تطلع والتطور كيف راح يعمل في الدول العربية بالنسبة للتجارة الإلكترونية. فهذا يعطينا مؤشر أنه إن شاء الله نحن كرجال في الميدان نحن على الطريق الصائب، يعني لازمنا بس أننا نطوره من هذا الميدان باش إن شاء الله نوفره خدمات في المستوى. بالنسبة للتدخل فهو تدخل اللي عنده علاقة بالتسويق الرقمي، أنا خذيت بس موضوع من بين المواضيع الكثيرة اللي هي عندها علاقة بالتسويق الرقمي اللي هي المحتوى، لأنه المحتوى بالضبط في الميدان الحملات الإشهارية أونلاين، لأنه المحتوى كيف قال الأخ محمد فهو من بين الأمور المهمة لنجاح أي تجارة إلكترونية. فالمحتوى إذا كان في ذو جودة عالية فهذا يعطي واحد الدفعة لنجاح هذه الحملة الإشهارية أونلاين. فأول شيء أو النقطة أنا أحب أشوفها معكم وهي أول شيء وهي الجودة التقنية للمنصة أو الموقع أو الصفحة المقصودة. يعني أول شيء لازم نحترم تكنيك، يعني الجانب التقني في وين حتكون هذا المحتوى لازم يكون مضبوط، يعني ما يكونش فيه خلل، لأنه أنت حتستثمر فلوسك علشان تطلع على الويب سايت أو تطلع على المنصة بتاعك، لازم تكون ضابط أمورك تقنيا أول شيء قبل أن تشتغل على المحتوى. المحتوى صراحة إذا ما كان في إطار يعني محترف في إطار تقني جيد فهذا ما يعطيش ردود فعل إيجابية وحتصير هناك خسارة مالية. فالجودة بتاع المحتوى تبدأ من الجودة التقنية أول شيء للمنصة، وبعدين بنمر على تصنيف شبكات المحتوى الإعلانات الإشهارية أونلاين. فكيف قال الأخ محمد، يعني صراحة البرزنتيشن كان جميل جدا، فيه جميع الأمور اللي هي لازم الواحد ياخذها بعين الاعتبار في هذا القطاع. فمثلا عندنا الإعلانات النصية أو اللي بتكون في المحرك جوجل، عندنا الإعلانات عبر الصور عبر الفيديوهات، فهذه الإعلانات كلها لازم تكون بدون محتوى جيد علشان تكون هناك تفاعل مع الزبون أو المتلقي. خلال السنين اللي اشتغلت أنا فيها بالتسويق الرقمي أو الدراسة اللي اشتغلت فيها مع جوجل في 2012، اشتغلت معهم 3 سنوات، كنت بشتغل كمسير لجوجل بارتنر أكاونتس، وبالتالي خديت تجربة في الميدان بشكل يعني واسع، لأنه كان عندنا هناك متمرسين كانوا بيجوا وكانوا بيعطونا يعني تريننج على أساس شو لازم نعمل، شو لازم ناخذ كاحتياطات لكي تكون الحملة الإشهارية ذو مستوى جيد. فأول شيء لازم ناخذ بعين الاعتبار كيف قلت لكم الجانب التقني للمنصة، يعني لازم ما تكونش هناك خلل، هذا شيء مهم جدا. وبعدين عندنا بالنسبة لتصنيف المحتوى، قلت شبكة الإعلانات لازم تكون مضبوطة، لازم تعرف مثلا إن عندك منتوج أو خدمة تريد أن تعملها إشهار، فلازم تختار الشبكة المناسبة. مثلا عندك أول منتوج أو إعلان عندك في مثلا منصة عاوز تبيع فيها مثلا أي شيء، يعني منتوج أو خدمة، فلازم تختار مثلا الصورة، لأن الصورة عندها واحد طابع جيد وبتعطي تفاعل جيد مع الزبون. لازم الصورة أو الفيديو بالأخص عنده، أنا صراحة بحكي بشكل مختصر على أساس لأنه ما ندخل في التفاصيل كثيرة لأنه حيطلب منا وقت كثير، فأنا أخذت بعض النقاط حشوف ما معكم على حسب الخبرة اللي عندي في الموضوع. ثالثا هناك استراتيجية خط تحريري للمحتوى والتنسيق بين جميع مكونات المحتوى بأخذ بعين الاعتبار الأهداف من الحملة الإشهارية بالنسبة للمنتوج أو الخدمة.
فيجب اختيار المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي بشكل دقيق لنشر المحتوى الهادف والمميز. النقطة الخامسة المتابعة وتحسين المحتوى للحملة الإشهارية عن طريق تحليل المتواصل عبر التطبيقات الخاصة كمثل جوجل أناليتيكس. فأنا مثلا اليوم عملت على حملة إشهارية أونلاين وعاوز أعمل تحليل المحتوى بتاعي، فهناك تطبيقات اللي ممكن أستعملها لنعمل أناليتيكس ونعرف وين رايح، عارف كيف أني مؤشر الباونس مثلا طالع، لازم نعرف أنه عندي مشكل في الويب سايت بتاعي، يعني المنتوج بتاعي ما عندوش ردود فعل إيجابية، فهنا بشتغل على أنني أعمل على إحداث تغييرات في المحتوى، فهذا لازم ناخذه بعين الاعتبار كذلك. يعني جوجل أناليتيكس أنا بشتغل به تقريبا في جميع الويب سايت اللي بشتغل عليهم، وبيعطيني فكرة على وين رايح وإذا أنا كنت رايح في الطريق الصحيح أو لا. لازم ناخذ من الاعتبار كذلك كل ما هو المحتوى بالنسبة للمواقع، كيف قلت لكم استعمال المواقع الخاصة للحملة على حسب المحتوى، مثل بالنسبة للمنتوج الجديد يجب أن نشتغل على جوجل ديسبلاي، فهو صراحة لأن أنا اشتغلت مع جوجل عندي فكرة على الشبكات اللي كنت بشتغل عليها، فجوجل ديسبلاي البانرز يعني شيء جميل جدا، يعني ممكن أنك تعلن عليه المنتوج بتاعك بيكون هناك ردود إيجابية، بيكون هناك يعني الكونفرشن ممكن يزيد على حسب الفترة، لأنه الفترة يعني لازم تمدد ما بين 3 شهور و 6 شهور عشان تكون عندك مردود، عندك يعني حكيت عليه جوجل عفوا جوجل ديسبلاي اوكي ديسبلاي اللي هو بتاع الإعلانات يعني بالنسبة للبانرز فهو جوجل ديسبلاي، فإذا عندك منتوج جديد من الأحسن تشتغل على الصورة أو الفيديو، وجوجل ديسبلاي فهو الشبكة اللي ممكن تشتغل عليها وتعطيك يعني مردود حلو. بالنسبة للفيديو فهو الفيديو كذلك صار من بين الشبكات المهمة لإعلان على منتوج أو إعلان على خدمة عبر الانترنت، فانا بنصح اي واحد عنده ويب سايت وعاوز ياخذ يعني جمهور معين في الشبكه يشتغل على الفيديو، ولكن كابسول ما يكونش يتعدى 30 ثانيه، لانه في خلال 10 ثواني او هذا لازم يحط يعني رساله او اعلان يكون مضبوط مدفون على اساس يكون رد فعل ايجابي مع المتلقي، فهو انا حاليا بشتغل به ويعني وكاين ردود فعل حلوه وجميله جدا مع الزبائن. بالنسبه لانه في كلتا الحالتين بالنسبه للاعلانات او المحتوى في الاعلانات الحملات الشهريه الاشهاريه اونلاين لازم ناخذ من عين الاعتبار انه هناك انفستمنت، يعني بتحط فلوس علشان تعمل انفستمنت، فلازم يكون عندك عائد على الاستثمار، يعني ROI return of investment، فهنا لازم تكون عندك محتوى دقيق تحرير دقيق ما فيش أخطاء، يعني الإعلان لازم يكون بشكل مدروس ومتقن على أساس ما يكون عندك ردود فعل سلبية اللي هتضر بالاستثمار ديالك في الشبكة اللي هتشتغل عليها. فبشكل عام المحتوى هو العنصر رقم واحد لنجاح الحملة الإشهارية، فلازم يأخذ الوقت الكافي لدراسة المنتوج أو الخدمة التي تريد أن تشتغل عليها في الشبكة. فصراحة أنا حاليا بشتغل على جوجل لأنه بشوف أنه غني من ناحية الشبكات وفي اختيارات كثيرة، وفي فهو بيعطينا فرص كثيرة على أساس نطور من الخدمة أونلاين بجميع البادجت، يعني عندك يعني كوست يعني على حسب، يعني أنت عندك خبرة أكيد مش حتعرف كيف تمشي راسك في هذه الحملات، فلازمك تمر على شركة مختصة على أساس تنصحك وتعطيك الاستراتيجية المناسبة على حسب
المنتوج أو الخدمة التي تريد أن تعرضها في الشبكة. فأنا أفضل أن أي واحد عاوز يشتغل أو يعني يعلن على منتوج أو خدمة ما يروحش على الفريلانسر أول شيء، يشوف شركة، لأنه يعني الفريلانسر ممكن محدود، ممكن يضيع له وقت وفلوس في نفس الوقت. فالشركات موجودة الحمد لله، احنا في عصر الانترنت والإي كوميرس والتسويق الرقمي، فهناك ستارت ابس الحمد لله موجودين. فأنا حاليا الحمد لله خلال هذه السنة ونص عندي زبائن من فرنسا، من سويسرا، من جميع الدول الحمد لله على حسب الخبرة، فهم بيتصلوا وريكومنديشن وأحسن إشهار، يعني الخدمة بتاعك هي اللي بتحكي عليك، فالناس بيحطوا لك ريكومنديشن، الخدمة بتكون في مستوى يعني جيد، فهذا هو اللي بيجعلك أنك تكون دائما متألق. المحتوى بالنسبة لي كان موضوعي، لأنه هو بشوف أنا شخصيا على حسب خبرتي هو يعني العنصر يعني الأساسي للحملة الإشهارية، بغض النظر على هناك أمور تانية، يعني عندك يعني دراسات استراتيجية ممكن تشتغل عليها على أساس أنك تنجح هذه الحملة. فالمحتوى لازم يأخذ يعني القسط الأوفر لدراسة المنتوج أو الخدمة الذي عاوز أنك تشتغل عليها. والنصيحة اللي بعطي لأي واحد عاوز يشتغل على الحملة الإشهارية أنه يمر بشركة مختصة من الأحسن، لأن هناك في انفستمنت، والانفستمنت ما بيرحمش، يعني أو ممكن تعطي فلوسك في الآخر ما يكون عندك مردود، ففي الآخر أنت الخسران، في الآخر ما حتكسب ولا شيء. فهنا الأحسن الواحد يأخذ وقت كافي على أساس يدرس السوق، يشوف شو الشركات الموجودة، وإحنا راهن الإشارة، لأنه إحنا كخبراء ممكن نساعد كثير الناس اللي هم عاوزين أنهم يعملوا ويب سايت مستوى. من الأحسن أنا بشتغل بس من مش بشتغل بالسي ام اس، بشتغل يعني بالديفلوبمنت من اي فروم زيد، يعني من ألف لياء على الويب سايت بشكل متميز مع الديفلوبر تاعي. وبالنسبة للتسويق الرقمي لازم يكون هناك تسويق رقمي، لأنه في الآخر إن عندك ويب سايت ما عملش يعني تسويق جيد واستراتيجية جيدة، فما يكونش عندك مردود، فلازم هذا الويب سايت هذا يكون عنده استراتيجية للتسويق عبر الانترنت في جميع المنصات، يعني على حسب الهدف، يعني تحط هدف مع الزبون فلازم تشتغل عليه على المدى المتوسط أو البعيد. ولازم مثلا بالاسو، يعني تعرف الاسو، أي واحد بيشتغل في هذا الميدان الاسو بياخذ وقت كبير على أساس بيطور الرانك تاعه بجوجل. اما بالاسو سيرش انجن ادفرتايزن اللي هو الجوجل او الفيسبوك ادز او اي منصه للسبونسر، فهذه لازم يعني صارت اجباريه في الاول، يعني مده 3 شهور الى 6 شهور لازم تعمل سبونسر اي منتوج او اي خدمه، لازم تمر على سبونسر لان تعطي يعني تعطي اورنس للبزنس بتاعك، تعطيه واحد الشكل يعني في الانترنت، وانت عارف المنافسه الحين، كل واحد عارف المنافسه كيف هي، يعني ما بترحم، فلازم تعمل محتوى جيد، تختار المنصه الجيده في الوقت المناسب، لانه صراحه في منتجات ممكن تعلن بها موسميه، تختار الموسم الجيد على اساس تعمل يعني الحمله الاشهاريه بتاعك. فلازم ناخذ الوقت الكافي لدراسه جميع هذه المكونات لكي تكون هناك نتائج ايجابيه مع المده. باختصار التحرير لازم يكون في المستوى لكي لا تكون هناك يعني مفاجآت بالنسبه للاستثمار الذي سيقوم به المعلن. فالتحرير لازم تكون من ناس خبراء في الموضوع، شركات موجودين الحمد لله، ستارت ابس موجودين، فالواحد يبحث ياخذ الوقت الكافي على اساس يبحث على الشركه المناسبه لكي يشتغل معها، والمردود حيكون اكيد ان شاء الله، لانه احنا في وقت كل واحد بيحكي على الاي كوميرس الحين. احنا بالمغرب مثلا ستارت ابس موجودين كل عام وكل شهر كل شهور، بتحصل على ان الشباب بيطلعون بيعملوا ستارت ابس في الميدان. فالحمد لله احنا كعرب بنشتغل يعني بشكل يعني جدي في الموضوع، ونتمنى ان شاء الله انه المستقبل يكون احسن، لانه صراحه الاي كوميرس حاليا هو
هو الغالب يعني. احنا بنشوف حاليا في المغرب كله بيحكي يعني جولي طلبات في خلال هذا الحجر الصحي كله عاوز عنده بيزنس موقف عاوز يعمل ويب سايت اي كوميرس يعني هو عاوز يحول البيزنس تاعه يشتغل عليه اونلاين. فانتوا عارفين يعني كل واحد يعني حكى من البلد بتاعه نفس الشيء يعني الحمد لله احنا البيزنس تاعنا هو هذا يعني لازم بس نخلص فيه يعني نعطيه ما هو جيد لانه هو المستقبل الحمد لله. نتمنى ان تكون هذه فرصه اننا تعرفنا على بعضياتنا وتكون ان شاء الله فرصه اننا نتواصلوا دائما واي واحد محتاج اي نصيحه او اي دراسه او اي حاجه في هذا الميدان انا موجود كخبير في الموضوع. اتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ورمضان مبارك كريم عليكم وعشر اواخر مباركه يا اخوان وشكرا من المغرب. اسمحوا لي على هذا التدخل الذي كان سريع ونتمنى ان شاء الله يكون التوفيق للجميع واي سؤال انا موجود واي اقتراح اي موضوع انا موجود وشكرا. عندي سؤال. نعم عندي سؤال. تفضل. اهلا. شكرا اخي يمين يعني تقديم ممتاز وفكره شامله على ما على يعني فعلا خبره كبيره في الاجاره الالكترونيه. انا عندي لك سؤال وسؤال ربما للجميع حول نصيب التصدير عبر التجاره الالكترونيه في كل بلد. ربما انا اعرف انه المغرب عندها يعني حلول جيده فيما يخص فتح وسائل الدفع باي بال. عندكم وسيله دفع باي بال مفتوحه. اعرف انه زاد كذلك المغرب يمكن مفتوحه للتجار على امازون لو ممكن تاكد لي. يعني ما عارفين انه في تجاره الكترونيه على الاي كوميرس ستورز على مواقع البيع الالكتروني وعلى الماركت بليسز يعني مثل جوميا موجوده في المغرب موجوده في تونس كذلك. يعني ممكن تعطيني فكره على التصدير قبل الكورونا طبعا يعني الان ما فيش تصدير لكن هل يستغل يعني المغاربه التجاره الالكترونيه للتصدير بنسبه كويسه؟ هو حاليا التجاره الالكترونيه تصاعدت كثير خلال هذا الثلاث اربع شهور الاخيره. عارفين انه السوق حاليا كله واقف فالاستغلال موجود يعني كل واحد بيستغل من الزاويه بتاعه من البيزنس بتاعه على اساس يطور الاي كوميرس. فكيف قلت يعني الاستغلال الحمد لله موجود وفي طلبات كثيره الناس بتحكي على الاي كوميرس وفي تطوير لمنصات لخلق دي ماركت بليس لوكال ماركت بليس في المغرب تطلع لمساعدة الناس اللي هم جدد في الميدان لتسهيل مأمورية لهم لكي يولجوا للميدان الاي كوميرس بسهولة. عارف كيف؟ لأنه في ناس كثر ما بيفهموا كثير في الإنترنت فهم عندهم لوكال يعني فيزيك لوكال ما عندهم يعني خبرة كثير في الإنترنت فهم عملوا لهم شيء مبسط. يعرف كيف؟ منصات مبسطة على أساس يعرضوا منتجاتهم عبر هذه المنصات فهذا شيء جميل. فالحمد لله في تصاعد الحمد لله في هذا الميدان المغرب. يعني في تواجد للتجار في المغرب على الأمازون على البيع على أمازون مثلا هل في استغلال لهذه المنصة يعني ماركت بليس موجود كثير عندنا احنا في الماركت بليس اكثر شيء للارتيزان اللي هم الصناع التقليديين اكثر شيء التقليدي صح فهم بيشتغلوا كثير بالماركت بليس لانه منصات دوليه بتعطيهم فرصه انهم يعني يشهروا المنتجات عبر العالم وهذا هو الهدف. عارف كيف؟ فأنا اشتغلت مع هنا مدينة مراكش مع واحد يعني عنده منصة إيكوميرس بيدنا فهو مشهور هنا بالصناعة التقليدية اللي هي الفخمة زي ما نقول بالفخمة فهو كان بيشتغل تقريبا بجميع الماركت بيس الموجودة فهذا شيء لازم منه لأنه من ضروري أنك تستغل هذه المنصات لطرح المنتوج بتاعك بشكل واسع وعالمي. شكرا كويس. مرحبا. إذا أي سؤال أنا موجود. نعم. أمين الله يسلمك. شكرا أمين على الخبرة الغنية هذه وطويلة والمعلومات جدا رائعة. ننتقل مع الأستاذ محمود.
محمود الأشقر معنا من تركيا، رائد أعمال وخبرة طويلة كذلك في التجارة الإلكترونية. يا ريت تعرفنا عن نفسك أخي محمود، وكذلك لك الكلمة. تفضل أخي محمود إذا تسمع فينا. عافية جميعا، إن شاء الله تكونوا سامعيني بس والصوت واضح. تمام، واضح الصوت. يعطيكم العافية. طيب أنا أخوكم محمود الأشقر، أعمل في التجارة الإلكترونية من تقريبا 5 سنوات في السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج أيضا. صراحة زمان ومن فترة بسيطة، يعني ليس بفترة بعيدة، كنا نقول إنه المستقبل للأونلاين بزنس وللتجارة الإلكترونية. من فترة بسيطة أيضا أصبح الحاضر والمستقبل للتجارة الإلكترونية، عشان نكون صريحين وواضحين، يعني تغيرت الأمور كثيرا. وللأمانة من قبل الأزمة الحاصلة الحالية، إن شاء الله نخلص منها على خير وسلامة، والتجارة الإلكترونية وكل ما يخص الأونلاين بيزنس والتوجه للأونلاين كان بومينج، في تصاعد واضح، إن لم يكن سريعا فهو واضح، يعني موجود. تمام، اللي صار من خلال الأزمة إنه كل ما صار البروسيس صارت أسرع فقط، ولا هي بالأساس التوجه للإي كوميرس وللأونلاين بيزنس. هلأ بما أني أنا من 5 سنوات منخرط في هذا المجال وبشتغل فيه وبعمل فيه، فكتير فرقت معي مؤخرا صراحة النتائج، وفرقت معي الإقبال الشديد على هذا الموضوع. حاليا اليوم إحنا زي ما إحنا شايفين، إحنا اليوم بنشتري وبنبيع وبنستلم النقود ونحول النقود ونتكلم ونتعلم وندرس ونتواصل عن طريق الأونلاين، يعني وهذا أكبر مثال. اليوم إحنا متواجدين ونشكر الأونلاين صراحة على هذه الفرصة اللي أعطانا إياها. اليوم إحنا صرنا بكبسة زر بنصير بأمريكا، بكبسة زر بعديها بنصير بأستراليا، بكبسة زر بنجتمع مع الحبايب، بكبسة زر بنروح لأبعد مكان في الكرة الأرضية. صراحة يعني هذا من الأسباب اللي أنا خلتني من أكثر من 5 سنوات أتوجه لهذا الموضوع، وحقيقة أني كان سبب رئيسي لتركي لي وظيفتي منذ أكثر من 1.5 سنة واستقلالي عنها وعملي بشكل تام من خلال الأونلاين بيزنس ومن خلال الإي كوميرس، لأنها لايت أول شيء. ثاني شيء أنه فيرتشوال، يعني إحنا دائما في الأونلاين بيزنس بنعتمد على الأمور الخفيفة، على الأونلاين بيزنس موديلز، بحيث أني أنا أقدر أني أشتغل من أي مكان في الدنيا وبأي زمان، من غير ما أرتبط، من غير ما أكون بداوم على مكتب وبوظف ناس وبتوظف عند ناس، من غير ما يكون في روحة ورجعة ولازم أداوم في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. هاي من مزايا الأونلاين بيزنس، إحنا من مزايا الأونلاين بشكل عام. فهذا الموضوع إيجابية كتير مهمة، ولازم كلياتنا ننظر لها ونركز عليها صراحة. يعني الأونلاين أعطانا بوزيتيف بوينتس عالية جدا وأدفانتج عالية جدا، لازم نحطها بعين الاعتبار لما نتوجه لهذا الموضوع ولما نفكر فيه أساسا، لأنه التفكير الإيجابي راح يفصلنا ويفرقنا عن ناس كثيرا في الأيام الحالية. في ناس كتير لليوم ما أيقنت فعليا إيجابيات السيتويشن اللي إحنا قاعدين عم نعيشها، إيجابيات الوضع اللي إحنا قاعدين عم نعيشه اليوم. أنا شخصيا من خلال عملي في التجارة الإلكترونية بقولكم إنه إحصائيات مؤخرا بتأشر إنه التجارة الإلكترونية ارتفعت لأكثر من 70%، الإقبال عليها اليوم وصل لأكثر من 70%. فإيش بتنتظر عشان تنتقل للأونلاين بيزنس وللأونلاين بشكل عام؟ صراحة أنا اليوم بدي أحكي عن البروفيت سورسز والطريقة اللي ممكن يشتغل فيها كبزنس موديلز. أنا شخصيا كإنسان بدرب في مدرب معتمد في المبيعات وأيضا مدرب في التسويق الإلكتروني وفي التجارة الإلكترونية، حقيقة أنا بدرب عندي برامج. امبارح كان في بعض الشباب كمان أهلا وسهلا فيهم حاضرين معاي في الويبنار في الدروب شيبينج، وبشتغل في هذا المجال أكثر من 2 سنين ومحقق فيه أرقام للأمانة رائعة جدا. أنا بحب أقول لك أني أنا اليوم من الإيجابيات في الأونلاين بيزنس وفي الإي كوميرس أني أنا ما بشتغل لليوم مع السوق العربي نهائيا، إلى اليوم لم أعمل مع السوق العربي نهائيا. أول ويبنار لمستمعين وأودينسز عرب بعمله كان امبارح في الأمس، من 2 سنين كل عملي مع أجانب، كل عملي وبيعي وشروتي وشغلي وتدريبي والويبنار تبعوني
كلها وخلطتي اصلا كلها مع الاجانب. ليش؟ لاني انا اليوم كبسزر بكون هناك، متاجري انا الشخصيه ومتاجر عملائي اللي انا بشتغل عليها بتبيع، بغض النظر هو وين موجود العميل، بنبيع بامريكا او بنبيع باستراليا او بنبيع بريطانيا او بنبيع بكندا وغيره طبعا من اوروبا وافريقيا كذلك، ولكن مش احنا مش متواجدين في هالبلدان. انا شخصيا موجود في تركيا وببيع بامريكا اليوم، يعني انا اليوم مستهدف امريكا من خلال متجر او متجرين او خمسه او عشرة ومن خلال متاجر الكلاينتس تبعوني كذلك. فبالتالي يعني هاي ادفانتج ولا مش ادفانتج اليوم؟ مش بالضروره اني انخرط في السوق، مش ضروري اجي انا احجز اليوم تيكت واطلع على امريكا واتعنى واتعب وادفع تكاليف علشان انا اروح اتعلم السوق الامريكي واشتغل فيه. اليوم من خلال الاونلاين بقدر اني اعرف كل هاي المواضيع، شويه ريسيرش هيك بتساعدني، شويه خبره لقدام، شويه استعانه بناس عندها فكر وعندها خبره كمان تختصر علي الطريق. ليس بالضروره وانا لا انصح بذلك ان تبدا من الصفر، ما تبدا من الصفر، في ناس عملت نتائج حلوه روح وابدا معاهم من حيث انتهوا، من حيث وصلوا. اذا مش راح تبدا من حيث وصلوا، على الاقل تستفيد منهم، تضيف لنفسك اد فاليو 20-30% في هذا المجال. في ناس كتير شاطرة أنا بنخرط فيهم، يعني أنا في ناس بيعطوا كورسات أجانب، للأمانة بشعر أني مش في حاجة لهذا الكورس أنيمور، خلص أنا بدرب أصلاً في التجارة الإلكترونية، أنا بدرب في الدروب شيبينج، عندي نتائج أنا شخصياً مسويها رائعة جداً وبنافس كتير ناس أصغر مني وأكبر مني في الماركت، ولكن بشترك معهم مجرد عشان أدخل في الكوميونتي تبعته، عشان أدخل في الكوميونتي وأشوف شو الانتر أكشن والإنجيجمنت اللي راح نسويها، تبادل المعلومات العظيم اللي بيصير معانا والتحديات التشالنجز اللي بتصير خلال هاي الكوميونتي تعطيك دافع يعني رائع جدا، دافع رهيب بانك تستمر وبانك كل يوم يكون عندك تحدي وتصنع فارق وتقدم اكثر منشان تجيب نتيجه اعلى، وكلها بتصب في مصلحتك بالنهايه، كلها تصب في مصلحتك. اليوم انا بس بدي اقول لكم شويه بروفيت سورسز، زي مثلا اغلبنا بنعرفها، اغلبنا بنعرفها وسامعين فيها ويمكن مش كلنا بنشتغل فيها ومترددين بذلك. الاس ام ام اي مثلا اللي هي سوشيال ميديا اند ديجيتال ماركتنج ايجنسي، يا جماعه الشغل فيها رائع جدا، انت بدك تقوي حالك شوي بالكوميونيكيشن سكيلز طبعا في الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا ان جنرال، في الكونتنت كرييشن وفي الابداع في الكونتنت، كيف في يكون في عندك نظره، يكون في عندك ابداع بهذا المجال، ثم تنتقل والبراندنج كذلك، ومش بس في الماركتنج ايضا في البراندنج. ناس كثير جدا في الماركت حاليا وخاصه في السوق العربي والشرق الاوسط، بحكم اني انا بشتغل اجين بالسوق الاجنبي، فبالتالي عم بشوف الكومبيتيشن اللي هناك، عم بشوف الشغل اللي بيصير هناك، شيء اسطوري، شيء خرافي للامانه. ليسوا افضل منا، ليسوا افضل منا، ولكن اقتنعوا خلينا نقول اقتنعوا بفكره الاونلاين بزنس والاي كوميرس وتقبلوها بشكل يسبقنا. بس اتس نوت يعني اتس نوت مش سباق، مش ريس هو، بس اتس ماراثون. واجدورنا أجدورنا احنا مش نتسابقش مع حدا، بس أجدور الشرق الاوسط اليوم انه يعمل بومينج ايضا في هذا المجال، ونعطي تراست، نعطي تراست يا جماعه للاونلاين بزنس، نعطي تراست، راح يوفر عليك الكثير، راح يوفر عليك الكثير، راح يدخل لك ارباح جميله، وراح يوفر عليك الوقت، وراح يوفر عليك طاقات وجهود عاليه. فبالتالي هذا زمانه، هذا زمانه وهذا مكانه. فللأمانة لما باجي بقارن ما بين السوق العربي والسوق الأجنبي بلاقي إنه في عندنا شح كبير. فأنت اليوم دورك تتميز، دورك تتميز، دورك تستقل، دورك تعمل شغل مرتب وتعمل لك نيم موجود هون في الشرق الأوسط، من خلاله تقدر تكسب صراحة محبة وتقدر تكسب ثقة العملاء اللي حواليك. كذلك الماركت الأفلييت ماركتينج، أنا بالشرق الأوسط وفي السوق العربي ما بشوف ناس كثيرا بيشتغلوا فيه، مع انه عظيم. انا صراحه يعني ربحي اكثر من 40% في الشهر من خلال الافلييت ماركتنج. ليش؟ لانه اتس اميزنج، يعني في شغل عالي جدا، شغل جميل جدا، واحنا ما عم نتدرب عليه، ما عم نستغل هذه الفرص، ما عم بشوف عربيك ماركتس مستغله وبتستخدم هذا الموضوع بانها تطلع ارباح وانها تطلع ناس اصلا يستقلوا او يساعدوا نفسهم بجانب عملهم الرئيسي. يعني مش بالضروره اليوم انت تستقيل من عملك وتشتغل لحالك، ولكن تساعد نفسك باكسترا انكم من خلال هذا البروفيت سورس اللي احنا عم نحكيه. كذلك الدروب شيبينج، كذلك الكليك بانكس، كذلك الامازون يعني قلعه، الامازون هذا كسل شغل لحاله. للامانه بيستحق منا التوجه، بيستحق منا التفكر، اتليست التفكر. هاي كلها، هذه كلها ليس بزنس موديلز،
هذه كلها زي ما حكينا profit sources، يعني أنا أماكن بقدر إني أربح من خلالها. البزنس موديل هاي برجع لك أنت، أنا شو بيناسبني، أنا شو بيناسبني، قديش جهد، قديش وقت، قديش مال بدي أحط على هذا الموضوع لأربح منه، لأقدر أستفيد منه بالشكل اللي بيناسبني. ودائما ينصح في اللايت بزنس موديل، لأنك أنت رايح أونلاين ما تتعب حالك كتير وتلتزم كتير في الموضوع. حاول قد ما تقدر أنه يروح معك على الباسيف إنكم. كل ما اجتهدت أكثر في هذا الموضوع خاصة في البدايات وبنيت بزنس موديل مريح وواضح، راح تروح معاك الأمور على الباسيف إنكم اللي حتوصلك أكيد على الحرية المالية، ممكن تبدأها أنت كفريلانسر كذلك، وراح توصلك لريادة الأعمال، لأنك راح يكون في عندك وقت وجهد تتوجه لشو ما بدك، تتوجه للأشياء اللي أنت بتحبها. جواباً على سؤال كان عند أخوي محمد عكاري لما حكى أنه أنا الدفع بعد الاستلام، إحنا طبعاً هذا موجود وهي تعتبر تجارة إلكترونية، ما فيها شك، ما في شك. أنا تمت عملية الشراء واختيار المنتج والعميل أعطاني ثقته من خلال الستور تبعي أونلاين، كلها تمت أونلاين، أنا ما كنتش قدامه أوفلاين، أنا مش موجود جنبه في الشارع ولا في الواقع، أنا موجود فيرتشوال، هو دخل عندي واشترى مني، فبالتالي أنا متجر إلكتروني، it's an online business. بس برجع بقول لك وبعيد لك إنه إحنا لا نحبذ ذلك، لا نحبذ ذلك، لا تعطي العميل فرصة بالتراجع. أنت إنسان عندك فرصة إنه العميل يعمل كليك توصلك فلوسك منه. So هلأ برضو هاي فيها ريفاند، يعني ممكن العميل توصله طبعا حسب الريفاند بوليسي اللي أنت والعميل حتلتزموا فيها، وهذا إشي لا يعني لا شك فيه ولا بد إنه يكون واضح وصريح إلك ولعميلك. ولكن في ريفاند حتى في الكاش لما يحول لك دايركت بكبسة زر ويدفع أونلاين، في ريفاند، في حالات ريفاند بتصير بس مش كتيرة. ولكن بالآخر أنا زي ما حكينا قبل شوي، دائما حاول تروح على بيزنس موديل يكون لايت ويكون فاست، العميل ما يترددش. حتى انت لما زي ما حكى برضو صديقي واخوي محمد ابو سعود موضوع اللاندنج بيجز وفي سيلز بيجز، احنا دائما كمان لما بنيجي بنعمل سيلز بيجز بنفضل انه على طول العميل دخل عمل تشيك اوت، ما بنفضل لسه يدخل تفاصيله بعدين يروح كمان على صفحه ثانيه بعدين صفحه ثالثه يدفع فيها. مجرد ما عمل أريد الشراء ادخلوا على صفحة الدفع والشراء مباشرة، كل ما أسرعت في هذه العملية أنت ضمنت مبيعات بشكل أسرع والعميل ما حيفكر أكثر، لأنه في يعني العميل إمتى بيكون واعي وإمتى بيكون غير واعي في عملية الشراء. هاي الشغلة جدا مهمة، هاي الشغلة جدا مهمة لازم نمشي فيها ونستغلها ونعرف نستخدمها. أنا ما بحكي نستغل العملاء ولكن نستفيد من هذه الخاصية، نستفيد من هذه المعلومة وهذه الاستراتيجية بالتعامل مع عملائنا. أيضا الأونلاين بيزنس غير كل هذا يا إخوان، اليوم يعني أنت بتشتغل زي ما حكينا قبل شوي من أي مكان في الدنيا في أي زمان في الدنيا، أنت اللي بتقرره، أنت اللي بيناسبك. إمتى أقدر أتعلم؟ أنا مسجل في كورسات، إمتى ما بدي بقدر أدخل وأشوف الريكورد كورسز، أو إذا كانت حتى لايف بدي أرتب وقتي عليها، ولكن مش زي لما أنا أقطع شوط بروحة وجية وألتزم. بعدين يعني الأونلاين بيزنس بقدر ألبس من فوق قميص ومن تحت أي شيء بريحني، فبالتالي it's a positive point، يعني أنت بالنهاية اليوم قاعد مرتاح عارف شو، مش ضروري ألبس بدلي من فوق لتحت وأطقم. الموضوع سيمبل، الموضوع صار لايت خفيف سيمبل. فنصيحتي صراحة زي ما أنا حكيت لكم، أنا تقريبا من سنة ونص للأمانة ما عندي ربح إطلاقا ولا عندي دخل نهائيا إلا من الأونلاين بيزنس، ما عندي أي شيء أوفلاين، ما عندي نهائيا، كل تعاملي أونلاين بيزنس. ومن سنة ونص وأنا مستقل، ومن سنة ونص غيرت شغلات كثير في حياتي، غيرت البلد اللي أنا عايش فيه عشت فيها، غيرت كثير أمور في حياتي كنت بدي أغيرها، استقلت من وظيفتي مع أنها كانت ممتازة جدا للأمانة، ولكن خلاص أنا عندي أفكار وعندي رؤية وعندي فيجن مختلف ومشيت فيه، ولله الحمد يعني عم نحقق نجاحات من فضل الله. وبحييكم كثير على الفرصة اللي أعطتونا إياها نكون موجودين كلنا مع بعض، بتشكركم من كل قلبي، وإن شاء الله اللي أنا حكيته يكون مفيد أو فيه شيء من الفائدة لتضيف لكم أي فاليو أو قيمة للجميع. وتحياتي لكم، شكرا كثير. شكرا جزيلا أخي محمود الأشقر، شكرا جزيلا لكل المتحدثين. مازال عندنا أقل من 5 دقائق يمكن نأخذ فيهم بعض الأسئلة اللي طرحوها الحضور الأعزاء في إجابات مختصرة. السؤال الأول
كيف تنصحونا في تطوير أنفسنا في التسويق الإلكتروني بغض النظر على الخبرة، وأيضا إذا كان في كورسات أونلاين أو في أدوات ثانية للتطوير؟ أخونا محمود أبو سعود إذا في إمكانية جاوبنا على السؤال بحكم خبرتك كبيرة في مجال التدريب. صوت نعم. أخي محمود. أيوة أخي أيوة. محمد سمحني. نعم. أول شيء أشكر الأخ محمود والأخ أمين والأخ محمد على هالمعلومات الرائعة، والأخ عادل أكيد الكل اليوم ما شاء الله يعني خبرات مهولة متجمعة مع بعض، وهذا هذا اللي بيشجعنا انه نحارب لاجل تحسين الوضع العربي. اليوم انا كنت بحضر ويبينار مع اخوي محمود الاشقر امبارح، حكى جمله بحكي بامريكا بكل بيت في دروب شيبر، يعني بكل بيت في واحد بيشتغل اي كوميرس على الاقل واحد. يعني شوف هاي المعلومه انا بفكر فيها بحكي ليش احنا الدول العربيه ما نشتغل كمان في هذا الموضوع ونشجعه. هلا لربما بعض الدول ما فيها القدرات التقنية مثل الدول الأخرى، يعني الأردن مثلا موجود فيها الباي بال وموجود فيها البيمنت جيت واي والبنوك متطورة شوي، بس بتركيا برضو في مشاكل ومحمود قدر أنه يحلها. حكى محمود شغل مبارح أنا عم بحضر معاه أنه مهما كان في مشاكل لابد من وجود حل، بتسجل شركتك في بلد آخر، يعني دائما في حلول. المهم مثل ما حكى الأخ عادل المايند سيت، أنا وين بدي أوصل ولا وين بدي أوصل. بالنسبة لسؤالك أخ أحمد ولكل الإخوة المشاركين، إحنا دائما نقدم دورات أونلاين بأسعار جدا رمزية، والهدف منها مش الأرباح، يعني إحنا مش دائما الربح أو المبلغ نركض وراء قد ما الفائدة وبناء العلاقات مع الناس. فإحنا بنقدم دورات ب $30 و $40، يعني أرقام بسيطة جدا، وعنا الحمد لله متابعين من كل الدول العربية وناس بيحضرونا. ومش ضروري محمد أو محمود الأشقر أو عادل، أنت ممكن تبحث عن كتير مدربين موجودين أونلاين، وممكن تروح على منصات موجودة أوريدي بتبيع الفيديو. أنا اللي بنصح فيه دائما أنك أنت لا تبدأ بالتجربة دون أن تأخذ تدريب، لأنك راح تحط المصاري أو الفلوس تبعتك أو العملة راح تضعها بالمكان الخاطئ، وراح تأخذ وقت طويل. أنت اليوم أنا لليوم بحضر دورات تسويق إلكتروني، طب ما أنا مدرب بالتسويق وصار لي 7 سنوات بشتغل ومعتمد، ولكن بتلاقي واحد صار له سنة شغال اكتشف شيء بسيط أفادك فيه، فأنت نور عقلك لشيء آخر، لأنه الخبرات بين الناس كتير بتفرق. فأنا مع أنك تحضر دورة بأرقام بسيطة اليوم، وبعد الدورة تبدأ بالعمل على موضوع إما أن تسوق للناس وتأخذ مقابله مبلغ معين، أو تعمل الستوري الخاص فيك أنت وتبدأ أنك تعمل شو اسمه الدخل المناسب لإلك. بس لازم يكون في عندك proof of concept، يعني دليل على أنك أنت قادر على العمل. فشو بنسوي؟ بيجينا شباب جداد أخذوا معي دورات، محمد طب أنا بدي أبدأ شو أعمل؟ بحكي له روح على محل لقريب لإلك وسوق له مجانا حتى تتعلم وتتعود أنك شو يعني تسويق على فيسبوك أو على جوجل أو على إنستغرام، وبس تاخذ هاي الفكرة وتقعد 6 شهور أو 8 شهور شغال عليها تبدأ تكون فكرة كيف ممكن أنت تبدأ بالعمل. فأنا هاي نصيحتي للكل، نحن موجودين كمدربين والمؤسسات موجودة، ابحث كل شيء موجود. وبعديها بس بدي أحكي شغلة على موضوع التدريب المجاني، ما بنصح أن تبدأ باليوتيوب، لأنه اليوتيوب بيأخذك إلى أماكن مخصص يعني معينة specific. فأنا بنصح دائما أن تلجأ إلى اليوتيوب بعد ما تأخذ دورة مع مدرب معتمد فاهم شو عم بيعطيك معلومات، بعدين اليوتيوب اللي هي التوتوريال لما أنت بتعلق عن مشكلة معينة أو بصير معك شيء مش واضح، فخذ الدورة بعدين ابدأ باليوتيوب، لأنه اليوتيوب عم بيعطيك معلومات متناثرة ومش updated. بس هذه نصيحتي أخ أحمد إلى يعني لكل الإخوة والأخوات العرب اللي بسمعونا. جميل جميل. في سؤالنا الثاني الخوي عادل، كيف يتم عمل اللايت بزنس موديل؟ يا ريت واحد من الحضور يسأل كيف يتم عمل لايت بزنس موديل أونلاين. هو عادل يسأل، عادل يجيب إذا بدأ صح؟ مالك يسأل أبي أوكي
ممكن راح اجيب شويه دوك مره اخرى. اشكركم يعني يا اخي محمد محمود واخي محمد وامين على المعلومات القائمه. باش نضيف انه فيما يخص السؤال هذا، اولا مره اخرى يعني ماذا يعني عقليه؟ هي العقليه مش فقط فكره او تكوين فقط، هذا مهم جدا، لكن هي العقليه زاد فيها العزيمه وفعلا انه التاكد انه احنا هذا هو كما قال اخي محمود من محمود اشقر، قال انه هو اقتنع القناعه، اقتنع انه هذا هو مستقبله اونلاين بزنس. فالقناعه يخليك انك انت تكون مصمم وتكون تعطي الوقت المناسب للتكوين، لتكوين الثقافه والعقليه نتاعك في الموضوع هذا. وكما كمل اخي محمد توا قال التريننج مهم ياسر، تريننج، فهذا كله باش يساعدك لإجابة على السؤال انك تكون عندك فكره شامله ماذا يعني بزنس موديل، وماذا كيف يمكن تستغل هذا يعني الفضاء العالمي الرقمي بكل كما قال اخي محمد على ما اظن انه في ظرف زر ممكن تدخل مع كاستمر في استراليا او في امريكا. مجال واسع ذهني يخليك تكون بزنس موديل يعني به في بعض الحالات في المساله هذه في مش تقنيه ولكن في فكره الجروث هاكينج. جروث هاكينج هو بالعربيه كيف التطور السريع، ولا تسمع فيا؟ واضح تسمعوني؟ في كمان ثم بعض يعني المصطلحات يلي تبحثوا عليهم على جوجل وتتعلموا منهم مهمين جدا. في كمان ديزاين ثينكينج. ديزاين ثينكينج هي الايديشن ميثود اللي هي يستغلوها العديد من رواد الاعمال حتى يطوروا البيزنس موديل نتاعهم، الفكره نتاعهم، علشان اكثر ما يمكن تكون ناجحه منذ البدايه. انتم عارفين اليوم في العالم قبل كانت تقريبا 60 الى 70% من الشركات تفلس او تفشل في السنه الاولى او الثانيه من انشائها. اليوم العكس، اليوم تقريبا 80% من الشركات الناشئه تنجح انها تمر بالفتره الاولى الصعبه في حياه الشركه وتمر الى البينيفيس او الى الارباح. لماذا؟ لانها استغلت البزنس موديل المتطور المبني على الفائده الرقميه. وهوني حاجه مهمه جدا، اذا كان تستعملوا التسويق الرقمي لابد ان تطوروا من بيرسونال براندنج نتاعكم ومن نتورك نتاعكم. حاولوا انه يكون عندكم اوسع ما يمكن من النتورك، ضيفوا اوسع ما يمكن من اصدقائكم، اقربكم، من الخبراء، من يعني كل ما يكون عنده قرابه بالمشروع نتاعك، عشان بطريقه او باخرى ممكن يعاونك. فحاول تكون كذلك اكتف على لينكدين، على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه بروفيشنال عشان تقوم بتطوير منتوجك. نعطيكم فكره صغيره، ايلون ماسك بتاع تسلا تعرفوه؟ تسلا يعني شركه ناجحه وسيارات ناجحه، لا تقوم باي اشهار، اي اشهار يعني اي ماركتينج، يعني خاسرين فيها الشركات الاشهار، ما فيش ربح منها، مش قاعدين يصرفوا على الاشهار. كيفاش قاعدين تطور في منتوجاتها؟ عن طريق التويتر اكاونت بتاع ايلون ماسك اللي فيه اكثر من مش عارف كم من مليون متابع. هو اذا ايلون ماسك كمطور لتسلا، كمطور للبراند بتاع تسلا، يطور لشركته عبر ديجيتال ماركتينج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا مجانا، اذا كان ممكن الفكره العامه مجانا، لانه هو اشتغل على البيرسونال براندنج وعلى الفكره. فهذه طريقه من طرق جروث هاكينج، انه هو تطور جزء من عمل بتاعك الماركتينج عن طرق سهله وعن طرق ربما باقل كلفه معينه. فهذه في افكار متجدده. لابد مره اخرى اقول كل يوم كما قال اخي محمد، انا نفسي كل يوم اتابع ويبينار، اتابع يعني تريننج على مواضيع مرافقه للماركتينج، ديجيتال ماركتينج، كيما البراندينج، كيما السوشيال سيلينج، كيما يعني عده، كيما ديزاين ثينكينج، فعده يعني بحق يعني عده مسائل جديده. لابد ان نوسعوا الثقافه نتاعنا الرقميه، وبشوي بشوي اجابه على سؤالك اشترقى انك لما باش تطور بزنس موديل نتاعك اشترقى شيء مفهوم وعندك فيه ثقه اكثر. في كذلك البزنس موديل كانفاس ممكن تبحثوا عليه على جوجل، هي من بين الورك شوب اللي نستعملوها عشان نطوروا الفكره ونتاكدوا منذ البدايه انه في يعني ادفانتج كبير وانه في ربح حيصير للمشروع نتاعنا باذن الله. هذا هو.
جميل جميل أخوي عادل. سؤالنا الآن لأخونا محمود الأشقر. أخي محمود، سؤال لك من أحد الحضور يسأل موسى: أهم عيوب التجارة الإلكترونية؟ العيوب هي زي ما حكينا احنا، انا اشوف هو في انا امبارح زي ما حكيت برضو في عندنا اللي هي الديس ادفانتج او العيوب، وفي عندنا بنسميها التحديات، انت اكيد بتشوفها يعني الامانه بتفرق معك. العيوب مثلا هي متجدده كثيرا، يعني بدك تضلك اوير اوف ات، وبدك تستي شارب، بدك تضلك دائما متابع شو بصير، شو في ابديت، شو في جديد، شو في شيء ممكن يروح علي اليوم الحق عليه. كذلك كثرة التولز، كثرة الابليكيشنز اليوم، الكومبيتيشن از هاي، الكومبيتيشن عالية، المنافسة مش قليلة صراحة. كذلك زي ما حكينا في بعض الدول، وعلى فكرة في ناس تعتقد انه الوطن العربي هو فقط الناس اللي عندهم مشاكل في البيمنت جيت اوي او اللي هي بوابات الدفع، ولكن هذا الحكي مش صحيح. يعني انا مثلا عايش في تركيا وعندي مشكلة في بوابات الدفع، في ناس انا اصدقائي اللي في افريقيا وعندهم مشكله في كذلك، في بعض الدول في اوروبا عندهم مشكله في ذلك، ولكن من واجبنا نحن ان نجد حلول لهذا الموضوع كونه انه احنا مقتنعين فيه وشايفين فيه فرصه. انا بالنسبه لي شايف انه في فرصه لذلك، وشايف في فرصه اني انجح فيه، وشايف في فرصه اني انا ابدع فيه واربح منه واكسب منه، فبالتالي واجبي هون اني اجد حلول. شو الحلول اللي انا بلاقيها اللي بتناسبني اكثر؟ زي ما حكينا بتناسبني اكثر. انا شخصيا مثلا من الناس اللي في عندي قريب إلي مثلا عنده شركة في واحدة من دول الخليج، قلت له بدي تعمل لي حساب باي بال وراح استلم فلوسي عليها. في شركات أصلا بتقدم لك اليوم هذه الخدمة، بتفتح لك شركة، بتأسس لك شركة سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في أي دولة فيها البيمنت جيت واي سهلة، وبتفتح لك حساب بنكي وبتأمن لك البيمنت جيت واي. كل ما عليك فعله أن تبدأ. يعني أنا والله يا جماعة الخير بتجيني مرات فيدباكس غريبة، يعني في واحد بيقول لي أنا نفسي أبدأ في التجارة الإلكترونية وأخذت قرار في ذلك، بس لسه لليوم مش محدد النيش، يعني مش محدد المجال التخصص اللي أشتغل فيه. يا ابن الحلال ابدأ، يعني هل هذا معقول؟ أكثر من شهرين عشان أنت مش عارف النيش اللي تبدأ فيه؟ ابدأ يا رجل، أنت شوف إيش إشي أنت بتميل له، حاسس إنه في عندك إنترست فيه، أو هو سوقه ماشي، It's a winning product، منتجات رابحة إن شاء الله وسوقها حيمشي معك، ابدأ فيها حتى لو أنت ما عندك خلفية كبيرة عنها، مش بالضرورة يا سيدي، أتليست ابدأ اليوم وشوف مدى يعني قوتك وتداركك لهاي الأمور وهاي المواضيع. على فكرة أنا هيك بدرب الناس عشان نكون واضحين، زي ما حكى صديقي العزيز أخوي محمد أبو سعود، بخليه يدخل في السكة. يعني زي ما تقول كيف الواحد خايف من المسبح بزدته في المسبح، لما تكون لن يتعلم السباحة لن يجرؤ على القفز في البركة لحاله، فأنا بروح بزدته، مجرد ما زتيته بده يدبر حاله. فبالتالي مجرد ما انت خطيت الخطوه الاولى، وعد مني اتس ا بروميس، وانا واحد من الناس اللي خطيت هذا الموضوع وكنت خايف كثيرا منه، انا كنت مرعوب والله العظيم، وضليت افكر لفتره طويله قبل ما اخذ هذا القرار، وتذكرت شغله كثير مهمه يا اخوان، والله كثير مهمه لفتتني، اني قبل ما اقود السياره، قبل ما اقود السياره زمان واخذ الرخصه واتقن القياده، كان عندي نفس الشعور ونفس التخوف، نفسه بالضبط. هل سيأتي اليوم اللي حقود في السيارة زي هدول الناس؟ حكون هيك جريء وأبدع وأطلع على الهاي واي وأسوق براحتي؟ معقول؟ حدثت بأقل من أسبوع، أقل من أسبوع تعلمت القيادة، الأسبوع اللي بعده كانت معي الرخصة، الأسبوع اللي بعده صرت أتقن القيادة، واليوم أنا بسوق من أكثر من 10 سنين الحمد لله، وبروح وباجي وبطلع وطلعات ونزول. فأنت تظن ذلك، انت تظن لانك انت في شيء اسمه، في شيء عندنا احنا كبشر اسمه limited beliefs، في شيء في عقلنا اسمه limited beliefs، انت لازم مع الايام تعمل على توسعه هذه عندك، هذه البيليفز عندك لازم تبدا توسع فيها مداركك، قوتك، البوسيبيليتيز، انت قديش قادر على عمل اشياء. وفي قاعده ذهبيه بتفيدنا بهذا الموضوع: if one man can do it everybody can do it. إذا رجل واحد بيقدر، إذا شخص واحد يستطيع، فإحنا كلنا بنقدر، كلنا راح نقدر، هو مش ليس مخلوق من أي شيء غير عنا يعني. فهاي هي الفكرة. فشو ما كانت السلبيات، كونه نحن ننجح ونحن نكسب بوجودها، فلا عليك منها يعني، لا عليك منها. أنت في إيجابيات كثير راح تصير معك خلال عملك هذا، إيجابيات كثيرة جدا. جميل.
جدا جميل اخوي محمد، يعطيك الصحة. الوقت معي سعفناش ان نكملوا باقي ان شاء الله باذن الله بوست تقدروا تعلقوا فيه، يمكن متحدثين لاعزائي يحصلوا وقت يجاوبكم ان شاء الله باذن الله عليه. في ختام هذا حنسمع كلمات ختاميه منكم جميعا متحدثين الاعزاء. نبدا على اليمين استاذ محمد عكاري، كلمه ختام. من غافل من علي ولا اي محمد العكاري؟ تفضل كلمه ختاميه حنسمع منكم جميعا متحدثين في الختامه. اول حاجه بارك الله فيكم، زي ما حكيت لك زيد احمد اليوم يعني خليتنا نكون من ضمن السادة اللي ما شاء الله عليهم اليوم الكلام اللي يعطونا مدربين وناس يعني خبرتهم، يعني تعرف ملاحظاتهم كلها نسجل فيها لان فادتني بامانه كثير، يعني ناس خبرات زي هذه واحد حرام ما يشوفهاش كل يوم يعني. وشكرا اكيد لمؤسسه تقرا او منظمه تقرا على الفرصه هي اللي كنت شخصيا سيد احمد الحضور، يعني واضح انه هو كان مهتم بالجانب هذا، اشوف كثير من الاسئله، يعني نتمنى نشوف حاجات زياده وبارك الله فيكم كلكم، وفرصه ان نشوفكم حتى في ليبيا يوم ثاني ادونا زياره نتلاقوا بكم ان شاء الله نستفيد من خبراتكم ان شاء الله. شكرا اخوي محمد. الكلمه اخوي امين، امين نوري من المغرب، لكلمه ختاميه اخوي امين. انا جد مبسوط لهذا اللقاء الاخوي، وال اللي صراحه استفدنا كثير مع الاخوان، وعملنا يعني تدخلات ان شاء الله تكون يعني مفيده للحضور، واتمنى ان شاء الله تكون يعني لقاءات اخرى اللي دائما نعملوا في شيرينغ بالنسبه للمعلومات، ونفيدوا يعني الناس اللي محتاجين انهم يدخلوا لهذا المجال. فشكرا جزيلا الاخ احمد وللمنظمه اقرا اللي اعطتنا الفرصه هذه، ان شاء الله نكونوا خفاف على قلبكم، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله دائما نكونوا على تواصل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اخويا امين. اخويا عاد الهثيلي من تونس. شكرا اخي احمد، مره اخرى اشكر الاخوه اللي تدخلوا فعلا، يعني كما قال اخي محمد عكيري مداخلات فيها يعني العديد من النقاط يعني المهمه واللي مفيده لنا احنا في بعضنا. ديما نتصور اللي دائما احنا في مرحله تعلم في مرحله تطور، والديجيتال من سنه لسنه قاعد يتطور، فلابد ان نكون في هذا المستوى من التعلم. مره اخرى اشكر مؤسسه اقرا لهذه في ليبيا، الاخوه في الوطن العربي استفادوا، وان شاء الله في الاسابيع القادمه نشوفوا كلهم يوليوا تجار الكترونيين صح ولا ويكون في يعني جيل جديد من الخبرات ان شاء الله في التجاره الرقميه والتجاره والماركتينج ديجيتال. واتمنى فعلا ان نستغل هذا الظرف من اجل تطوير انفسنا، تطوير بلداننا عن طريق هذا الموضوع اللي هو ديجيتال ترانسفورميشن في كل المستويات، ليس في التجاره فقط، في الصحه، في التعليم، في كل ميادين فعلا يمكن استغلاله بشكل جيد جدا. مره اخرى نشكركم جميعا، وفي مناسبه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا اخوي عادل. اخوي محمد ابو السعود، حياكم الله مره اخرى، نشكرك كمان مره مؤسسه اقرا استاذ احمد، الحضور الرائع الجميل الراقي والاخوه الخبراء اللي كانوا معنا اليوم. يعني اخر شيء بدي اختم فيه انه انا جدا سعيد في التعرف عليكم جميعا، ونحن دائما موجودين للمساعده، وباذن الله انه كل الحضور على من يقرر انه يبدا بعمل شيء معين، ان شاء الله انه احنا ممكن نساعده، الكونتاكتس تبعتنا موجوده، اذا حدا حابب يبدا بشيء وعنده اي سؤال احنا طبعا جاهزين لهم، وكل التوفيق لكم، وتصبحوا على الف خير ورمضان كريم. شكرا. شكرا اخي محمد. اخوي محمود الاصغر، شكرا لكم على هاي الفرصه الرائعه، شكرا للاونلاين انه موجود علشان بكبسه زر نكسير كلنا موجودين مع بعض، عرفنا على ناس جداد زي الفل، تعلمنا منكم كثير صراحه. بحييكم جميعا، ونضل ان شاء الله نضل جميعا على تواصل سواء المحاضرين او الحضور، انا دائما موجود وفي خدمه الجميع،
وصدري رحب لكم دائما، وشكرا على هاي الفرصه بتجنن. رمضان مبارك، تحياتي. شكرا جزيلا للخبراء الاعزاء اللي شاركونا في امسيه اليوم، واللي استفدنا كثيرا من مداخلاتكم وكلماتهم الطيبه، وشكر خاص للاخ محمد محمود لاني نعرف انه وقت متاخر جدا الان، يا دوب تلاحظوا على السحور بتاعكم، وبارك الله فيكم. وجزيل الشكر لكل الحضور اللي كانوا معنا الليله، ونتمنى لكم كل التوفيق، ونلتقي في امسيات قادمه ان شاء الله باذن الله. وما ننساش اني نشكر اخوي عبد السلام سليبك لان اشار ان بريطانيا ما ذكرتهاش، بريطانيا كذلك مذكوره من الحضور. نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله امسيه طيبه وسحور شهي، تصبحوا على الف خير ان شاء الله باذن الله. صباح الخير. على خير.